شايف؟ اتعلم، شايف محمود قابيل بيعامل بيته ومراته ازاي؟ يا ريت تتعلم. وانا مقصر معاكم في حاجه؟ ماله عادل، ما هو شايف طلباتكم كلها. يا سلام، ربنا يخليك ليا يا ماما يا جميله يا ست الكل. شايف ماما حبيبتي؟ بس هامل امه ورميها. شايف محمود قابيل بيعامل امه ازاي؟ ايه محمود قابيل؟ محمود قابيل يا جماعه ده راجل بيمثل انه بيعامل امه ومراته بشكل كويس وبيقبض على التمثيل ده، لكن انا مقصر في ايه طيب اخوانا؟ وبصوا اهو وادي التلفزيون، مفيش تلفزيون اهو. محمود قابيل بقى مش ممكن يعمل حركه زي دي ويطفي التلفزيون وكل الناس دي قاعده بتتفرج. اللي تذوق. لا 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 لا، محمود قابيل راجل هادي ويتجنن وبيعرف ازاي يعامل الستات. ما عاد اللي هو قاعد زي الفل. انت معايا والله ضد؟ انا مش فاهم موقفك مني بالظبط يا ماما. يا طل، ما حدش فينا قال ان عادل وحش، بس هو الفكره ان هو فاكر ان هو طالما سد حاجات البيت يبقى خلاص كده وظيفته انتهت. ها، ويا ريته بيسدها. طب ما تركبوا لها جلده. يا طنط، حضرتك قاعدة معانا بقالك 5 سنين، كم مرة فيهم شفتي عادل بيخرجنا؟ يا سلام، يا الحقوا بقى الحقوا. كم مرة عادل بيخرجنا؟ ليه يا هانم؟ انت ناسية لما خرجتك انت وسناء من كام يوم ووديتكوا القرفة؟ ده من 15، وهي دي خروجة؟ لا 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 نو، انت مفترية قوي يا رانيا. مش معقول كده حبيبتي، ده حتى خرجك وداكي المدرسة بتاعت ياسمين لما جاله استدعاء بتاع ولي الأمر. اهو اهي، حتى مامتك معايا اهو. وتلاقيه كمان جابلك حاجات حلوة من الكانتين. والله جبتلها باكل بان من اللي هو الكبير ده، اللي هو ابو فراولة، نسيتي ولا ايه؟ يا عادل يا حبيبي انا فاهمك، انا اقصد اقول يا ديدي يعني خروجة يعني كده، اللي هو مثلا تغدينا برا، تعشينا برا، تسهرنا برا. ايوه ماشي، خلاص لو على كده اوكي. البسوا هدومكم ووديكم عند سيد ادرا بتاع الفول اللي على ناصيه الشارع ده، بس اكلمه بقى في الموبايل الاول يجهز لنا كرسي عشان نبدل عليه. مش معقوله هنقعد ناكل كلنا واحنا واقفين يعني. انت بتهرج بقى. اعمل لك ايه طب يا رانيا؟ ما هو خروجه زي اللي انت بتحكي عليها دي بالجيش ده كله، مش هصرف اقل من 1000 جنيه. طب ويعني وفيها ايه؟ مستخسر في الجيش ده كله 1000 جنيه؟ مش معقول كده بجد، دي خروجه في السنه يا اخي. خلاص ماشي، ليك وعليا، لو بكره ان شاء الله في البازار بعت بضاعه بألف جنيه هخرجكم، بس على شرط بضاعه بألف جنيه ما قلوش مليم. اتفقنا؟ اوكي. اتفقنا. ايه رانيا؟ لا لغايه دلوقتي ما بعناش اي حاجه، مش عارف انا اليوم ده ماله وعامل كده ليه. هعمل ايه يعني يا رانيا؟ هنزل اشحت الزباين من بره يعني ولا ايه؟ خلاص اول ما نبيع هقولك. حاضر حاضر ماشي سلام. يا دولة اروح بقى افتح باب البازار؟ افتح افتح، احنا فاضل لنا نص ساعة ونقفل اصلا يعني، مش معقولة هنبيع بقى 1000 جنيه في نص ساعة. صح يا دولة، ان شاء الله ربنا هيقفلها في وشنا النهارده. الوقت عواتك كده. ايه ده؟ اهلا اهلا، اتفضل. الحق يا دولة، لقيت زبون وانا بفتح باب البازار. انت دعيت غلط ولا ايه؟ اتفضل اتفضل اتفضل. ايوه حضرتك، تؤمر بحاجة؟ ايوه، أنا بجهز القصر بتاعي وعامل منه دور كامل على الستايل الفرعوني، وشايف المحل عندكم ما شاء الله في حاجات كتير قوي كويسة. لا حضرتك، اللي انت شايفه ده كله مش كويس ولا حاجة، ده تقليد. ما السوق كله كده، مين يعني هيجيب آثار بجد ويحطها في بيته؟ صح حضرتك، احنا عندنا تقليد بس ايه يعني، احسن محل في السوق كله ده، احنا عندنا هنا وش القفص. حضرتك الواد ده نصاب عموما يعني، معروف عنه ان هو بيقعد ينصب على الزباين. وش القفص ايه؟ هو بيبيعكم متر حضرتك؟ انت اسلوبك في البيع غريب قوي. بس عاجبني. بص حضرتك، انا مش هسيب حضرتك النهارده غير لما تجهز كل القصر بتاع حضرتك من عندنا ده، احنا يعني عندنا هنا وش القفص حضرتك. بص حضرتك، انا الضمير بيقول لي ان انا اقول لك يعني ان كل ده يعني تقليد، بص مش حقيقي، وكل ده بايظ، دي بضاعه بايظه حضرتك، في قطه بيركبوا لها حلق، بضاعه بايظه حضرتك. على فكره انت دمك خفيف قوي. انت
متأكد إن ده صاحب المحل؟ أيوة، أمال إيه ده؟ دولا ده صاحب المحل والبازار واللي هو البضاعة دي كلها. أمال ماله زعلان كده ومتضايق مع إني اشتريت منه بضاعة بحوالي 1000 جنيه؟ لا حضرتك، ب 999 جنيه بس، مش 1000 ولا حاجة. أيوة بس أنا كنت عايز أشتري حاجات تانية. لا حضرتك كفاية كده النهاردة. إيه يا دولا؟ كفاية إيه يا عم؟ الراجل لسه عايز يشتري حاجات تانية. دولة انت مالك، انت مالك؟ ما انت طول عمرك غبي جاي تستنصح النهاردة. عمرك ما بعت بضاعة بمية جنيه، جاي في نفس الساعة بتبيع بضاعة بألف بتسعمية تسعة وتسعين جنيه. اصبر. طيب انا كنت عايز اشتري التمثال ده. لا التمثال ده مش للبيع حضرتك. ما انا لسه شاري التمثال اللي كان جنبه. طيب ما انت خدت اللي جنبه، سيب لنا ده بقى حضرتك. المهم ان احنا ما نكملش الف جنيه. الف جنيه اقل من كده احنا في الامان. على العموم انا اشتريت معظم الحاجات اللي انا عايزها. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك يا رانيا؟ انت مش كنت بتقول مفيش زباين؟ امال الاستاذ ده ايه؟ والله ده اول زبون يجي لنا من الصبح، مش كده ولا ايه يا رمسي؟ صح يا رانيا، بس ايه، مش زبون عادي، ده اشترى حاجات ب 999 جنيه بس. على العموم انا هبعت السواق بتاعي بكره ياخد الحاجات دي. نورتنا والله العظيم يا باشا، والله يعني نورتنا. طب مش عايز تشتري حاجه تانية دي مثلا؟ حضرتك اتفضل ابعت السواق زي ما انت عايز ان شاء الله. اوكي. جرى ايه يا عادل؟ مش يمكن الاستاذ عايز يشتري حاجه تانية؟ يشتري ايه بس؟ ما هو المحل قدامه، وانا قلت له ما يشتريش يعني. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ابعت سواق حضرتك، ابعته بكره ان شاء الله. يا اخي ما تدي الراجل فرصه يتفرج. ادي له فرصه ايه يا رانيا؟ اكتر من كده، الراجل اشترى كل اللي هو عايزه، ثلاث كراتين اهو، ما اعمل له ايه تاني يعني؟ وبعدين لازم يدخل خفيف ويخرج خفيف عشان يجي لنا تاني، ده اسلوب بيع يا رانيا. انا كنت عاوز اشتري الطقطوقه دي. لا حضرتك الطقطوقه دي يعني مخرومه، يعني لو حضرتك بتطفي السجاير ممكن تقع عليك مثلا الطافيه ولا حاجه يعني. طيب كنت عايز اشتري ورق بردي. هو الصراحه يعني لسه ما بردش. هو ايه ده بقى اللي لسه ما بردش؟ الراجل عايز ورق بردي. كنت عايز تسع ورقات بثلاث احجام مختلفه. يا ثلاث احجام مختلفه، للاسف يعني انا ما عندناش غير حجم واحد صراحه. لا يا دولا انت نسيت يا عم، ده انا الصبح مطلع اربع احجام مختلفه من ثلاثه بس من المخزن. بص يا رمزي، انا اكتشفت انت مش غبي هلا ولا حاجه. ربنا يخليك. انت بتعمل عكس اللي انا عايزه منك وخلاص. يعني ايه؟ وغبي كمان. روح يا رمزي هات للراجل اللي هو عايزه. حاضر حاضر يا رمزي. اي خدمه تانيه حضرتك؟ متشكر. انا اعتقد كده حسابي وصل 1200 جنيه، صح كده يا استاذ عادل؟ صح حضرتك، 1200 جنيه. بس على فكره انا ممكن ادي لحضرتك البضاعه دي كلها ب 200 جنيه بس. مش هتلبس بقى؟ ما انا لابس اهو يا ياسمين. قصدها يعني تغير هدومك ولا هتنزل كده؟ يا ماما يعني اعمل ايه؟ اغير هدومي ورانيا جوه بتغير؟ معقوله؟ طب ما هو عايز يا بابا، ما انت ما هي مراتك. ايه قله الادب دي يا بنت؟ ايه قله الادب دي؟ ايه مراتك؟ يعني اغير ومراتي جوه؟ البنت دي اتعلمت قله الادب دي. بصي عقابا ليكي مفيش خروج النهارده. بقول لك ايه يا عادل؟ بلاش تلاكيك، عمال تلف حوالين نفسك عشان ما تخرجش. قوم غير هدومك. ماشي يا ماما، ماشي ماشي يا حبيبي، قوم غير هدومك بقى. يا ماما انا مستني الماتش اهو يا ماما. مفيش ماتش النهارده. لا ما هو اصله اتاجل لبكره وانا قاعد مستنيه. يا عادل يلا يا حبيبي قوم البس بقى. البس ايه يا هانم؟ هو في عندي هدوم نظيفه من اصله؟ ما تقلقش، طلعت لك هدوم جديده من الدولاب. طلعت لي هدوم جديده؟ طب افرضي مثلا لبستها النهارده بكره اروح الشغل ازاي؟ الشغل اهم. هدومك بتتغسل وان شاء الله بكره الصبح هتلاقيها نظيفه وزي الفل. طب واتكوت ولا ما اتكوتش؟ كوت لك الهدوم. وكوتيها ازاي من غير ما تقولي لي؟ افرضي انا عايز البسها مكرمشه مثلا. خلاص يا عادل هكرمشها لك. يا عادل قوم، ربنا يهديك. ده مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ يمكن تكون مصيبه مثلا، حد هيقول لنا عليها فما نخرجش. فلا الله ولا فالك. دوران يا حبيبتي. ايه دولا ده؟ في ايه يا رمزي؟ في مصيبه حصلت في البازار ولا ايه؟ لا يا دولا انا جاي علشان اتعشى معاكم بره يا عم. تتعشى معانا ببدلتك دي واحنا عندنا مصيبه؟ ايه يا دولا مفيش مصايب يا عم ولا حاجه. جرى ايه يا عادل؟ انت بتتلكك يا حبيبي ولا ايه؟ قوم يا بابا يلا البس هدومك. قوم يلا يا عدولة، احنا جاهزين. ايه ده يا بيه عادل، انت لسه ما لبستش؟ ايه المشكله يعني اللي كل شويه حد يقول لي لسه ما لبستش، لسه ما لبستش؟ لسه ما لبستش. ايه ده؟ انت لسه ما لبستش يا عادل؟ لا بتهرج بتهرج. بصوا انا بقى ايه، هرتاح ومش خارج النهارده.
خلاص مش عايز تخرج النهارده بلاش، براحتك. ايه ده؟ شفتوا؟ سناء مش فارق معاها ان انا مخرجش عادي. لا لا ما تقولنيش، انا قلت انت براحتك ما تخرجش، لكن احنا عادي هنخرج. مظبوط، احنا مش فارق معانا انت تخرج ما تخرجش، انت حوره، خليك انت قاعد وهات الفلوس عشان احنا نخرج. هات الفلوس. هات الفلوس. بس خلاص خلاص خلاص، ما دام كده كده هدفع الفلوس استفيد بيها، هخرج معاك. هات فلوس. انا عايز صلاه الاصل. ممكن تدينا ثانيه حضرتك؟ تحت امرك. جرأي يا عادل، هو في حد بياكل سلطه بس؟ ايوه، ايه المشكله يعني لما اكل سلطه مش شايفه اسعار الاكل هنا عامله ازاي؟ طب وفيها ايه؟ انت وعدتني ان انت هتصرف علينا 1000 جنيه. ايوه، معنى ان انا هصرف 1000 جنيه ان انا بعزقهم كلهم على اي اكل وخلاص؟ وبعدين مالها السلطه؟ ما السلطه زي الفل. السلطه بنتك ما بتحبهاش. ياسمين يا حبيبتي، تحبي تاكلي سلطه ولا تاكلي لحمه بقى؟ لا احب اكل سلطه. شفتي؟ انا بقى عايزه اول حاجه اللي موجوده كده في اول سطر دي، اغلى حاجه. اول حاجه اللي هي ايه دي؟ اهي اللي موجوده دي اللي جنبها سعر اغلى رقم موجود. ايوه، ده عنوان المحل، الفرع الثاني يعني، والرقم اللي جنبه ده رقم الشارع. اللي مكتوبه اول واحده بعد اللي انت قلته ده، اللي هي اغلى حاجه يا خفيف. طب تعرفي الاكله دي مكونه من، انت بتطلبي اي حاجه وخلاص؟ طالما غاليه يا عادل يبقى مليانه لحمه وفراخ وسمك، ما فيهاش اي حاجه تانية. وانا كمان عايزه زي سناء يا عادل. طيب يا ماما، ما دام عايزه زي سناء روحي اقعدي جنبها عشان تاكلوا انتوا الاثنين في نفس الطبق. ايه يا عادل، انا اكل زي ما انا عايزه وانت زي ما انت عايز وفي طبق لوحدي. وانا برضه يا بابا عايزه اكل في طبق لوحدي. لا يا ياسمين يا حبيبتي، ما ينفعش تاكلي في طبق لوحدي، اقعدي كلي مع ماما. دولا انا مش عاوز اكلفك. يا سلام عليك يا رمزي، فعلا اصيل يلا وابن عم فعلا، عشان كده بقى انا هوجب معاك يلا يا رمزي، كل زي ما انت عايز وهيتخصم منك. ربنا يخليك يا دولا، انا عاوز اكل زي سناء. يا حكايه كله عايز اكل زي سناء؟ بص لعلمك، الاكل اللي سناء طلبته ده اكل حريمي، الاكل الرجالي هتلاقيه في اخر الليسته، بيبقى رخيص، الاكل الحريمي غالي. ايه ده يا دولا، هو في اكل حريمي واكل رجالي برضو؟ اول مره اعرف. يا ابني معروفة يا ابني، بص هتلاقي الأكل الرجالي ده اللي هو أرخص حاجة. لا 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 لا، المعلومة دي مش مظبوطة. يا سلام، ما أنت طول عمرك بتهجصي، أما أجي أنا أقول معلومة هتقولي مش مظبوطة. أنا بقى شخصياً عرفت أنا هختار إيه. أنا عايزة واحد شاتو بريون والسوا بتاعه يبقى أبوان، وعايزة واحد لونجوست معاه صوص تارتار. وأنا كمان. وانت كمان على اساس ان انا فهمت يعني هي طلبت ايه؟ وهو ايه اللي مش مفهوم في اللي مامي قالته؟ يا حبيبي اللونجوست اللي هو الاستاكوزا، وصوص تارتار صوص تارتار؟ لو كده يبقى ما فهمتش برضه. عموما قولي للجرسون بقى، لو هو فهم يبقى يجيب لك ان شاء الله. طب وانت يا بيبي هتاكل ايه؟ لا انا هاكل سلطه، بس بقى بالصوص بتاع التارتار تارتار. كان لازمته ايه الحلو بس؟ ما كان كفايه الاكل. يا نهار ابيض، انت مستخسر فينا حته جاتو يا عادل؟ هي حته جاتو بس؟ ده حته جاتو وايس كريم وحاجات ساقعه وكريم كراميل. تطلب كريم كراميل يا ايه يا عادل، انت بتعد علينا الاكل. ما انا لازم اعد يا ماما، مش انا اللي هحاسب. طب ما دام هتعد بقى دولا، عد لي كوبايه شاي والنبي. وانا من فضلك عايزه واحد كابوتشينو. ما كابوتشينو ده يا حماتي ممكن يشرب في البيت. يا اخوانا بصوا، احنا كفايه لغايه كده قوي بقى، احنا نكمل في البيت قعدتنا زي ما انتوا عايزين. الحساب لو سمحت. لا انا مش عايزه اروح البيت، انا مبسوطه قوي بالخروجه دي، رغم بقى ان المحل يعني ما هواش يعني تري شيك خالص، ورغم ان الاكل يعني ما هواش ديليشيوس خالص، ان انا مبسوطه جدا 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 ان احنا قاعدين مع بعضيناتنا وخرجنا سوياتنا. المهم ان انتوا مبسوطين وانا مبسوط والله، انا بس لولا الشر اللي هيجي لنا دلوقتي ربنا يستر بقى. شكرا، ده الحساب. شكرا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا بيبي، في ايه؟ في ايه؟ بص الحساب كام؟ مالك يا عادل، في ايه؟ ما انت نازل من البيت وراضي وقلت هصرف عليكم يا جماعه 1000 جنيه. ماشي يا ستي ماشي، المهم ان انتوا اتبسطتوا وخلاص، مش اشكال بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ في ايه يا عادل؟ مش لاقي المحفظه يا منى. الله، طب دور كويس يا عادل. ما انا بدور كويس مش موجوده، ده موقف زباله زباله زباله. دولا انا مش معايا فلوس اسلفك. وانا عمري استلفت من اهلك قبل كده؟
طب وبعدين يا عم هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش حل بقى غير ان انا تلموا من بعضيكوا يعني وتدوني، واما ارجع البيت هبقى ارجع لكم الفلوس دي. انا اللي فهماك، انا اللي حافظاك، انت عامل فيلم العربي ده كله عشان مش عايز تدفع الحساب من الاول يا عادل. بطلي سقنيه يا هبابه انت يا سناء، بجد المحفظه مش لاقيها. بص بقى انا معيش فلوس خالص. انا معايا 100 جنيه ممكن اسلفهم لك ولما نروح البيت نتحاسب. ما انت معاكي 100 جنيه اهو يا ماما، ما كل ما اقول لك هاتي فلوس تجيبي مفلسه ومعايش وسلفيني انت. يا سناء يا سناء، جايه تسيحي دلوقتي ان هو في المحل؟ كفايه المصيبه اللي احنا فيها يا ماما. 100 جنيه نعمل بيها ايه؟ 100 جنيه نعمل بيها ايه؟ مش هينفع يا ماما. بجد بجد يا عادل، انا لو معايا فلوس انا كنت اديتك. نجله حبيبتي انت بكره ناسي ان عندك مدرسه، لازم تصحي الصبح. يلا حبيبتي يلا. عادل ميرسي قوي 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 على الاكله الديليشيوس دي، تجنن تجنن. بس عايزه اقول لك حاجه، انت بقى فاتتك بقى الصوص التارتار دي، كان لازم تدوقها تجنن. ما هو نص الفاتوره تارتار. شوف النداله بتاعت مامتك سابته في الموقف ده. مش اشكال مش اشكال يا ماما، مش اشكال، ما حصلش حاجه الحمد لله. بس هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه؟ ماما هو انت خدتي دواء السكر؟ يا خبر، ده انا نسيت اخده. طب يلا يا حبيبتي بسرعه عشان تلحقي تاخديه بعد الاكل، ان هو المفروض قبل الاكل. يلا مش مهم بعد الاكل قبل الاكل، انا هروح اهزق لك مجيده على الموقف اللي عملته ده. هنهزق مجيده. سلام يا عادل. يلا يا ماما صحتك بالدنيا. يلا يا حبيبتي. ماما عايزه تتحمل، عايزه تتحمل. خلاص خلاص اصبري امسكي نفسك بس. يلا بينا يلا بينا. الحمام مش من هنا؟ الحمام من هنا. لا يا بيبي انت يرضيك برضو حبيبتك نن عينك تخش الحمام في كافيتريات الشارع؟ لا طبعا، انا مروحه البيت علشان تدخل الحمام هناك، وهو بالمره ده اقول لك على المحفظه. والنبي خد بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. وانت اللي وقعت في ارابيزي ولا ايه؟ اسمع دولا، اسمع بقى الفكيره دي الجهنميه. بص احنا دلوقتي نتسحب واحد ورا واحد من غير ما حد ياخد باله. نسحب واحد ورا واحد ومفيش غير انا وانت يا اخي، يا اغبى خلق الله. في اي مشاكل يا فندم؟ لا 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 ابدا، مفيش حاجه، احنا بس بنتناقش لانهم مشوا، فاحنا لسه هنقعد شويه يعني. وكنت عايز اشرب كوبايه شاي كمان لو سمحت. وانا كنت عايز اكل تاني لو سمحت. ما خسرانه خسرانه. بقول لك ايه، بص امسك الفوطه دي، ها حطها على ايدك انت كده كده شكلك جرسون. خش على الناس اللي ورايا دي قول لهم الحساب لو سمحت، بس من غير ما التاني يشوفك. خش خش خش. حساب لو سمحت. ما دفعنا. ها عملت ايه؟ قال لك احنا دفعنا. دفعوا؟ ما فيش قدامنا غير الحل التاني. ايه يا دول؟ احنا نسحب واحد ورا واحد، بس انا الاول. انا ناسي حاجه بس مش عارفه ايه. انا لقيت محفظه عادل. بجد؟ هو ده اللي كنت ناسيه وعايزه افتكره. لقيتيها فين؟ في البنطلون اللي كان رايح الغسيل. طب ما تخلي عادل يبعتها له. طب ومين اللي هيروح يبعتها له من الساعه 2 بالليل؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، هم لو ما جمش دلوقتي احنا نبقى نروح ندفع الفلوس الصبح. خليهم قاعدين، يعني هم هيحصل لهم ايه؟ يعني هم هيحصل لهم ايه؟ هم هيحصل لهم ايه؟ محمود امين. احنا خلاص يا فندم هنقفل المحل. ايه ده يعني ايه؟ يعني ما نشربش المشاريب اللي احنا بنشربها؟ ومش احنا طالبين مشاريب عشان نشربها؟ اشرب يا رمز اشرب. دول انا مش قادر، دول انا شارب لغايه دلوقتي 4 شاي و3 قهوه واتنين حاجه ساقعه. اشرب اشرب يا رب. انا لسه برضه شارب 2 موز باللبن و3 قوافه بالمانجا وشارب 4، هات لنا 2 حاجه ساقعه لو سمحت. يا فندم بقول لحضرتك المحل هيقفل. يعني ايه ما نشربش المشاريب؟ هات لي صاحب المحل، نادي لي صاحب المحل. اهو صاحب المحل اهو، اتفاهم معايا انت بقى. ايه يا فندم، في مشكله ولا ايه؟ اتفضل اتفضل حضرتك. الجرسون اللي شغال عند حضرتك في الدكانه دي جاي بيقول لنا سيبوا المشاريب وامشوا. يعني ايه نمشي؟ ده احنا واكلين وشاربين بكميات، يعني حضرتك نمشي ازاي يعني؟ هم بقالهم 4-5 ساعات عمالين يطلبوا في اكل، وكان معاهم ناس تانيه ومشوا، وشكلهم كده معاهمش فلوس. على العموم انا مستعد امد دلوقتي ساعه كمان، بس بعد اذن حضرتك ادفع لي جزء من الفاتوره. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مفيش ثقة ولا ايه؟ يعني ايه جزء من الفاتورة؟ انا لا اما ادفع الفاتورة كلها على بعضها لا بلاش. خلاص كويس قوي ادفع. ما طبعا، بس هنشرب الحاجات الساعة دي عشان نهدم الحاجات الساعة اللي كانت. اشرب اشرب. دول انا مش قادر مش قادر. يا دي انت شغال ضدي على طول على طول عكسي. هيشرب ونشوف. على فكرة حضرتك مش اول زبون يدخل ياكل ويشرب وما يدفعش، ده عادي بالنسبة لي، شيء عادي.
ايه ده يعني حضرتك عادي يعني ان الواحد ياكل ويشرب هو وعيلته وبعدين يعني ما يدفعش الفلوس؟ يعني لو كده يعني انا صراحه يعني معيش فلوس. عادي مفيش مشكله مفيش مشكله. مغربي العده وتعالى. عده ايه حضرتك؟ هتشوف دلوقتي. يلا يا مغربي هات العده. مغربي ماليش نفسي انا على اساس ان ماما مش موجوده. بابا هو اللي بيكذب بيحصل له ايه؟ ما بيتخانقش مع مراته. بس على فكره يا عادل، طنط انعام عند صاحبتها اللي اسمها امينه واحتمال تقعد عندها طول اليوم. يا بختها ناصحه هتاكل هناك طبعا. طب ما طالما هتاكل هي هناك ما ناكل احنا بقى، مش ضروري نستنى. طبعا طبعا. ايه حد لازمه المناديل على السفره؟ لا يا حبيبتي، ما دام انت اللي طابخه المناديل دي بتبقى مهمه جدا على السفره. على فكره يا عادل، المناديل مع الاكل بتعمل كرش. ايه ده كمان؟ يعني طبخه ودعابه كمان، اتنين في بروجرام واحد. يا نهار ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه ميه، عايز ميه، عايز ميه. ايه ده بتعملي ايه يا ياسمين؟ بعمل زيك. لا يا حبيبتي، في حاجات انا بعملها ما ينفعش انت تعمليها. يعني انا مثلا بحلق دقن، انت بتحلقي دقنك؟ لا. يبقى خلاص. بابا انت بتعمل ضفيره؟ لا. يبقى خلاص. ميه عادي. شكرا يا حبيبتي، شكرا. بقول لك ايه رايكم في البطاطس؟ حلوه جميله قوي يا ماما. جميله. اللي بيكذب بيحصل له ايه؟ مش بيتخانق مع مامته. يا حماتي ما تيجي تاكلي معانا؟ امال مش عاوزه اكل، ماليش نفس. مالكيش نفس؟ هي مالها ماما؟ امك سدت نفسها على طول، عماله تتخانق معاها. معقوله؟ يعني مش معقوله يعني. لا 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 لا، وكان ايه السبب يعني؟ انا شفتهم وهم بيتخانقوا امبارح. ايوه، ايه السبب ان هم اتخانقوا؟ سبب الخناقه تافه قوي. يا سلام، ايه هو التافه قوي اللي بتحكي له ده؟ انا اصل مامتي كانت عايزه تذاكر لياسمين وتعمل لها الواجب، امك دخلت عليهم، راحت واخده البنت وداخله جوه كل شويه يتخانقوا، حاجه تزهق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 لا، ده كلام فارغ بقى، دي حاجه تسد النفس على الاكل ده. ملعوبه ملعوبه. ايه الموضوع ده يا حماتي؟ ايه اللي حصل؟ بص بقى يا عادل، انا خلاص ما بقتش طايقه العيشه كده. ايه بس اللي حصل يا حماتي؟ امبارح بقول للبنت تعالي علشان اذاكر لك، راحت شداها مني، قالت لها ننتك ما بتعرفش اي حاجه علشان متخرجه من معهد التمريض. انا عايزه اعرف بقى ماله معهد التمريض؟ معهد التمريض ده بيخرج ملائكه الرحمه. طب وانت اتخرجتي منه ازاي يا حماتي؟ ايوه غيظ بقى، غيظ فيا زي امك غيظ. يا جماعه الموضوع بسيط وهيتلم والله، ولازم يتلم لاننا كلنا ملمومين في بيت واحد. ايه يا ماما اللي اخرك كده؟ كل ده عند طنط امينه؟ معلش يا حبيبي، كل ولا لسه جعان؟ هو انا اكلت يعني، بس برضو لسه جعان. ازاي يعني؟ اصل رانيا هي اللي طبخه النهارده. طيب، على العموم انا جبت لكم اكل بحق وحقيقي، لو مجيد عايزه تاكل ممكن تاكل معانا. لا يا حبيبتي، مطرح ما يزهي والهنا والشفا. شفتي بقى حماتي ماما بتحبك قد ايه؟ ما تضايقيش نفسك يا مامي يا حبيبة قلبي، صحتك بالدنيا، ما فيش حد يستاهل. ما تضايقيش نفسك يا مامي يا حبيبتي، عشان احنا محتاجينك، الطبق الوسخة دي هتغسليها انت. لو سمحتي يا طنط ما تكلميش عن مامي بالطريقة دي، مامتي ما بتغسلش اطباق. خلاص اغسليهم انت، بدل ما انت قاعدة كده ما بتعمليش حاجة. أنا ما بعملش حاجة؟ مش أنا طول الليل قاعدة سهرانة بطبخ لكم؟ يبقى ما بتعمليش حاجة. تيتا دي المرأة الحديدية. بتصدي؟ نادي ده. امسكي اعصابك يا مامي، امسكي اعصابك وما تخليش حاجه تضايقك في الدنيا، مفيش حاجه تستاهل. امسكي اعصابك انت يا حبيبتي. ايه؟ يا دماغي. مالك يا ماما، في ايه؟ من الصبح وانا حاسه ان عندي صداع. ماما ماما، يمكن شويه برد ولا حاجه. لا كده يبقى مش برد بقى. ماما مالك؟ ماما ماما مالك يا ماما؟ ماما نعمل لها ايه يا اخوانا؟ نعمل لها ايه؟
دلوقتي هشممك اكل رانيا يمكن تفوقي. لا انا شايف يا دكتور ان القولون عندها عصبي جدا ويمكن ده هو اللي مسبب لها الحاله اللي هي عندها، ولا انت ايه رايك يا دكتور؟ قولون؟ قولون ايه؟ ده عندها برد. انا قصدي برد، يعني لما بيبقى قولون عصبي البرد ما بيلاقيش حته بقى بيقعد فيها فالبرد بيطلع لبرد. انت بتقول ايه؟ يعني البرد يعني معروفه طبعا، البرد بيبقى عامل زي الانفلونزا بس ده اعراضه بقى ايه اللي هو بيبقى رشح وكحه وعطس والعظم بيبقى مكسر، يعني طبعا يا دكتور معروف امراض كتير يعني. اتفضل يا دكتور. عموما انا عملت اللي عليا. طب والباقي؟ باقي ايه؟ هو كشف 100 جنيه عن اذنك. 100 جنيه عشان برد؟ امال لو انفلونزا هياخد كام؟ الدكتور قلقني قوي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، معلوماته الطبيه ضعيفه جدا بس انا شايف ان هي عندها برد. برد؟ ياسمين لو سمحتي حبيبتي تعالي ما تقعديش جنب تيتا. سيبيها انا بحبها قوي. عادل البنت كده هتتعدي. تتعدي من ايه بس يا ستي؟ يعني دي حاجه بسيطه، ده برد ما بيعديش. عادل البرد بيعدي. ايوه صح البرد بيعدي زي الانفلونزا. ياسمين تعالي هنا. بقول لك ايه، مين اللي هيقعد مع مامتك ياخد باله منها ويديها الدواء؟ سناء طبعا. فين سناء؟ نفسي اشوفها قبل ما انام. ما تقوليش على نفسك كده يا ماما، بعد الشر عنك. يا حبيبي بقول قبل ما انام مش قبل ما اموت. مين هيهتم بيا ويديني الدواء؟ ايه عادل؟ في ايه عادل؟ خلي عندك دم. ايه ده؟ هي طمط محتاجه نقل دم؟ اخد بالي من نفسي وادي لنفسي الدواء. رانيا طيب خلاص يا طنط انا هبقى اقعد وياكي. ايه كتر خيرك نردها لك ان شاء الله في حياتي. سامع ايه؟ بتدعي لك الست، بتدعي لك زي امك وبتدعي لك. يلا انا هروح دلوقتي اصرف الدواء ده وابعته مع رمزي. يلا روحي بقى شوفي مهامك، يلا اتكلي على الله. ياسمين يا حبيبتي ما تقعديش جنب مامتك لان مامتك اكيد هتتعدي من مامتي. رمزي 12 جنيه ونص، رمزي 15 جنيه وربع، رمزي 7 جنيه و30 قرش. ها يا رمزي عملت ايه؟ وديت الدواء. الواحد اتأثر قوي عادل، مين كان يصدق ان مرات عمي اللي كانت بتمشي ترج الارض رج تتكسح التكسيحه دي. تكسح ايه بس يا ابني؟ ده شويه برد عاديين. يا عم برد انت هتخبي على ابن عمك، هو اللي بيبقى عنده برد برضه عادل بيجيبوا له دواء. يا دي العبط يا دي العبط. والله الست دي هتوحشنا قوي، كانت عامله حس برضه. عارف يا رمزي انت لو كنت ايام الفراعنه بقى زمان بجد ما كانش هيبقى في حضاره خالص. ليه يا عادل؟ طب ما انا عايش اهو ايام مش في الفراعنه والدنيا ماليه حضاره. يعني خد عندك مثلا الموبايلات المكامرة، وعندك المترو الانفاق اللي بيمشي تحت الارض وساعات يمشي فوق الارض، وعندك سوق العبور اللي كان في رود الفرج واتنقل. كل ده مش حضارة. لا طبعا حضارة حضارة يعني. وعندك كمان برضو شادر السمك اللي نقلوه العبور اهو، وعندك الميكروباصات اللي بتبقى ماشيه في الشارع بقى على الشمال ولا على اليمين وتقف في نص الشارع. حضارة حضارة اهو يا عادل. ولعلمك بقى انا لو كنت ايام الفراعنة كانوا عملوا لي تمثال. ايام الفراعنة فعلا كانوا عملوا لك تمثال اللي هو بتاع اله الغباء بيسموه رمزي رع او رمزي رع، وانا احلق لك بايدي زيه. ولعلمك بقى دول كان هيتباع فريرة فريرة. طب بص بقى رمزي، انا طبعا زي ما انت عارف ان امي تعبانه مش هقدر اسيبها يعني. هي هتسيبنا كلنا قريب. يلا ما تفولش عليها. يلا المهم يعني في مشوار صغير كده عايز ابعتك فيه. رقبت يا عادل سداده رقبت. انت ما تعرفش يعني امك كانت غاليه علينا قد ايه. الله يرحمها. الله يرحمها. هتطلع على الواحات يا رمزي، في واحد صاحبي هناك عنده بازار بيصفي، هتروح تجيب من عنده البضاعه بنص الثمن. والله يا اخي انت فيك حيل يعني تهزر في وقت زي ده يا عادل. انت يعني لو كان حد مطرحك كان موت روحه من العياط.
قاعديني. حاضر. ممكن أدخل الحمام؟ حاضر. لا بعدين أبقى أدخل الحمام. ما فيش حاجة سخنة أشربها؟ في شوربة. مين عاملها؟ أنا. بعدين أصي أخاف الشوربة توجعلي معدتي. أف زهقانة. بقولك يا طنط، تحب أحكيلك حكاية قبل النوم؟ أنا يظهر تقلت عليكي. لا والله أبدا، حضرتك عيانة وكلنا لازم نرضيكي. أقولك على حاجة، تحب أجيبلك التلفزيون من برة؟ آه ممكن، بس بعدين. ما حدش سأل عليا؟ طنط ما حدش عارف إن حضرتك عيانة أصلا. لا في كتير قوي عرفوا، بس ما بيفهموش في الأصول عشان تعليمهم متوسط. طيب أنا طالعة أجيب لحضرتك الدواء من برة عشان ميعاده جه. ما تغيبيش، أنا قاعدة لوحدي وعيانة. تشرب حاجة يا فندم؟ آه لو سمحت 2 برتقان. ودول هتشربيهم لوحدك؟ لا اقعد حضرتك اتفضل اشربهم معايا. يا رب خليك يا رب. انت هتستهبل؟ ما تقوم تجيب البرتقال. مساء الخير. ايه يا ام رستم؟ بقالي سنه قاعده مستنياك، ده انا سايبه امي عيانه في البيت لوحدها. اعمل ايه يا ابلة سناء؟ ما انت عارفه لازم انضف الحمامات قبل ما اسيب المدرسه، يعني اسيبها معفنه. بص يا ام رستم، احب اقول دباجه في بدايه حديثي معاكي. انتي فراشه المدرسه، يعني كبيرك تمسحي الحمامات، تجيبيلك كوبايتين شاي، تجيبيلك علبتين سجاير للمدرسين زي ما كل المدرسين بيعاملوكي بيحتقروكي. لكن انا مختلفه عن كل المدرسين في المدرسه، بتميز والحمد لله بلساني الطاهر الشريف ونفسي المتواضعه اللي مخليني اقعد مع واحده زيك هنا. انت هتقولي لي ربنا يخليكي يا ابلة سناء. أنا مش بأتمنك على أسراري عشان واثقة في أخلاقك العالية، لأ، عشان ماسكة عليكي غلطات، غلطات توديكي في داهية، غلطات توديكي في داهية أنتي وجوزك وعيالك ويرموكوا في الشارع. عارفة الشارع ولا مش عارفة يا أم رستم اللي ترعرعتي فيه؟ اسكتي، ده أنا لفيت في الشوارع لغاية ما رجليا تعبت، فضلت أسأل الناس والناس مش فاهمين، بقول لهم الكازينو الكازينو. هو مش اسمه الكازينو برضو؟ انا عارفه، ما تشفطيش كل الوقت يا مرستم، خليني اتكلم. محسن طليقي، الزفت، النيله، الغبي، الهي ما يوعى. امين يا رب. انا بس الذي عليك دي عليه انت ليه؟ المهم نفسه يردني تاني لعصمته، نفسه يرجع لي. الهي تدوسه معطوره بعربيتين يكون سواقها درجه ثالثه اعمى يا رب. يا رب يكرمه ويكترهم له يا رب. انا بس اللي ادعي له. بتدعي له انت ليه؟ المهم قعد يتحنجل ويتمنجل وسقى عليا طوب الارض وانا اقول لا. اخر المتمه لقيته واقف لي قدام باب المدرسه عمال يقول لي ارجعي لي يا سناء، بحبك يا سناء، اطلبي واشرطي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. خلاص اطلبي منه الطلاق. قمت قايله له عايزاه يخرب البيوت، عايزاه يا عكر، عايزاه يا نيله. عندك حق يا ابله سناء، مش هو كان سبب الطلاق يا اختي؟ قام قايل لي انا نفسي احس بنفسك معايا. قلت له نفس ايه يا عم، هو انا هطبخ لك؟ لخص وخلص، اصل انا اخلاقي عاليه قوي وجد. قلت له بقول لك ايه، انا جايه القعده دي عشان اقطع عرق واسيح دمه، كتر الكلام ما احبهوش. قام قال لي ايه دي يا سناء، قمت هديت على طول، بحبك يا سناء، قمت نخيت على طول. قال لي ده احنا عشره يا سناء. قلت له عينيا يا حبيبي، وقعد يميلني شمال ويميلني يمين. قامت دماغي مالت يا ام رستم. هو هتكوني غلطتي معايا يا ابله سناء. لكن الرجاله يا اختي لما بيطولوا حاجه من الست بيروحوا ايه يا فكيك هربانين، ويسيبوا الست يا عيني زي الكلبه. غلطتي مع مين يا ولية؟ انت بقول لك كان جوزي. يا لهوي، من ورا اهلك؟ من ورا اهلي. كنت متجوزاه بورقه عرفي سري وما كانش عايز يعترف باللي في بطني. الجواز العرفي اللي بيتكلموا عنه في التلفزيون ياما عارفاه يا اختي، ده بيقول لك هيخش كل بيت زي الكهرباء كده. على فكره انا عندي شقه في الهرم. ان شاء الله ندخلك خط عرفي سريع على اول السنه. اي حاجه بقى ماشي. اشرب العصير من نبض. المهم رايك ايه؟ يعني يا ابله سناء احنا بقالنا 3 ساعات قاعدين اهو يا اختي، مروا عليا كانهم اسبوع.
وفي الثلاث ساعات ما جبتيش سيرة خطيبك خالص، مالكيش الا سيرة طليقك. لا انا هسيبك تفكري وترسي على مين. اروح انا بقى الحق الاستاذ عليش والحق اضرب لي فمين. اروح بدري يا اختي عشان القال والقيل، ثم انا بخاف على سمعتي. سمعتك انت بتعملي ايه؟ الدواء. دواء ايه؟ اي دواء وخلاص، خليها تتنيل تنام تفطس تحل عن سمايا نزهات. يا مامي دي ست تزهق مملة، وبنتها سايبها لنا ورميها لنا وقاعدة تتصرمح مع خطيبها. ماما حياتك عندي يا مامي، خلي نجلة تساعدني شوية. وانا لا يا نجلة، ما هي نجلة نزلت من صباحية ربنا ومعرفش في انهي داهية هي. يا متعرفش ان حياتها في ايدي ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده انت كنت هتودينا في داهيه. هوديكوا في داهيه ليه بقى؟ كانت هتموت ويقولوا ان احنا موتناها علشان طمعانين في سريرها. هاتي هاتي يا بنتي، ده انت كنت هتقتليها. هاتي، انا اللي هديها الدواء بنفسي. قال يا نايمين يكفيكوا شر الجايين. ايه بتعملي ايه؟ بطبخ. عارفه لو ما كنتش عيانه كنت هضحك لغايه ما اعيا. طب اديني ايدك. ايه هتتجوزيني؟ المفروض اضحك يعني انا ولا ايه؟ مش فاهمه بقى. اسمعي، انت هترقديني جنبك، اديني دراعك. عارفه لو وجعتيني يا مجيده هصوت والم عليك البيت كله. انا عارفه عارفه انك عاوزه تطلعي عيني بالحقنه دي. ايه ده، رجعتي في كلامك؟ خلاص يا حبيبتي، اديتك الحقنه. الله، ده انت ايدك خفيفه قوي. معهد التمريض نافع. بس على الله يتمر. ما تزعليش مني يا مجيده، اهو ربنا انت املك وانا راقده في السرير. طلعتي بنت نكته يا مجيده. والله زي ما بقول لك كده يا انعام، كان جوزي يلبس البيجامه من هنا ويشخر قبل ما يوصل للسرير. اجي اكلم معاه هقول له اي كلمه اناخشه ادلعه، كان يقول لي اسمعي انا تعبان مش قادر انا مرهق انا عايز انام. كنت بقول معلش، اهو بيامن مستقبل بنتنا، اتريه بيضيع مستقبلي انا. كلهم يا اختي قطعيه واحده، اللي مقلم واللي ساده واللي منقوش، وفي الاخر يطلع بطيسته ما تسترش. هو جوزي كان منكد عليك انت كمان؟ ده كان حيوان، مره خد الخاتم الذهب بتاعي وباعه عشان يشتري ريحه مستورده، ويا ريتني شمتها اللي عشان يديها للمدعوه مراته الجديده. الهي يا رب ما يلحقوا يشموا. معلش يا حبيبتي بقى، ما تنكديش على نفسك. بصي بقى، اهو فات 5 دقايق على ميعاد المنوم بتاعي، انا هجيبهولك. ولو ان انا بقى مش مبسوطه ابدا ان انت بتاخدي المنوم ده، المفروض تبطليه. معلش، دول قطعوا كلهم، مفيش حد يا حبيبتي يستاهل ده. بالشفا يا رب ان شاء الله. بالشفا حبيبتي. يلا بقى، انا عايزاكي بقى تنامي وتتغطي زي البيبي علشان تخفي. يلا تصبحي على خير. وانتي رايحه فين؟ انا اصلي انا مش عايزه اتقل عليكي. لا مش هتقلي عليا، السرير واسع ياخد 2. لا يا حبيبتي انتي لازم تستريحي، انتي عيانه. بصي يا مجيده، محدش هيقدر يديني الدواء غيرك انتي. صح، عارفه ليه؟ عشان انت شهاده متوسطه ومعها التمريض. انعام تزعليش مني، نامي نامي. طيب هنام ولو اني خايفه ضايقك. لا مش هتضايقيني خالص. صباحي على خير يا حبيبتي. وانت من اهله. يا ماما خفت ولا ايه؟ خفت ايه عادل، بس هي بتخف في يوم وليله، ده دوره الانفلونزا بتقعد اسبوع. طيب ما دام بتقعد اسبوع سايباها وقاعده بتتفرجي ليه على التلفزيون؟ مامي قاعده معاها يا عادل. مامتك دي غريبه قوي، مامتك دي. على فكره يا عادل، احنا كلنا ولاد حلال، وخصوصا انا، بس انت اللي مش واخد بالك لعلمك بقى. لا واخد بالي، بنت حلال مصفيه طبعا يعني. يا سلام. الو يا رمز، انت فين؟ ها؟
ايوه يعني. طب ما تسال تايه ازاي يعني؟ اسال اي حد يا ابني، عد الشارع وبعدين اسال. ما انا بقولكش اسال وانت في نص الشارع. ايه الصوت اللي عندك ده رمزي؟ صوت بحر. يخرب بيتك، هو في بحر في الواحات يالا؟ ايه اللي وداك الغردقه؟ ماشي، شايف البحر اللي قدامك ده؟ اللي جنبك يا سيدي، شايف البحر اللي جنبك؟ عايزك تعديه، انا هستناك الناحيه التانيه، بس بسرعه يا رمزي. بس ايه ده؟ ده رمزي معاه الفلوس. ازاي البضاعة ما وصلتش؟ انا باعت رمزي بيها لغاية اسوان من 3 ايام. ايوه، مديله العنوان في اسوان. حاضر يا معلم، حاضر، هشوفه واكلمك تاني. حاضر، ماشي ماشي، مع السلامه. يخرب بيتك يا رمزي، يخرب بيتك، اعمل لك ايه بس؟ قلت لك، قلت لك اسوان اكيد وديها السودان، ده قادر، قادر ويعملها، قادر. السلام عليكم. انت عامل لي فيها بكار؟ البضاعه فين يا وديت البضاعه فين؟ بص يا دولا، احنا راكبين القطر عادي جدا، فلقيت القطر يعني ايه في محطه، فساعتها هموت من جوع، فيا دوبك يا دولا نزلت عشان اجيب يعني بقسماط يعني وجبنه نستون. اه يا فالح، القطر سابك وماشي. لا يا دولا ما سابنيش، اللي رجعت لقيته، بس ما لقيتش بقى الشنطه اللي فيها البضاعه. اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ والله ما عارف اعمل لك ايه، كل يوم بمصيبه، كل 3 دقايق بكارثه، اعمل لك ايه؟ والله ما عارف اعمل ايه؟ انا حاسس ان انا مشغل واحد معايا في البازار عشان يخرب بيتي وخلاص، زي انا حاسس ان لو غفلت عنك بس دقيقه واحده هتولع لي في البازار، زي ما اكون مشغل عندي انبوبه في البازار، اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ مش عارف اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه طيب؟ اعمل لك ايه؟ مالك يا رانيا؟ ما فيش، ماليش. لا بس ملامح وشك بتقول ان في حاجه. ملامح وشي دايما غاويه اشاعات. لا مالك بجد يا ديدي. رمزي يا ستي مخسرني النهارده فوق ال 3000 جنيه. انا حاسس ان انا مش بشغله عندي، انا حاسس ان انا بلعب بيه قمار. ما هو انت بصراحه غلطان يا بيبي، بصراحه يعني انت لازم تفصل ما بين صله القرابه وكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والميلوجين اللي بينكم وما بين عملك. يعني انا عايزه اقول لك ان اللغه الوحيده ما بين رجال الاعمال في العالم هي لغه البيزنس. عندك مثلا اشهر رجل اعمال في العالم بيل جيتس رفض يشغل ابن خالته عنده على الرغم من حيلات العيله كلها. يا سلام، رفض يشغل ابن خالته؟ طب وخالته عملت ايه بقى على كده؟ ولا عرفت تتصرف ولا تعمل حاجه. لا بس انا سمعت ان خالته دي بنت لذينه، حطيت الموضوع ده في دماغها وما رضيتش بقى اتجوزه بنتها، دخلت دي في دي. يا سلام، لو النبي عادل ما تلخبطنيش، انا ما وصلتش للمعلومه دي في الموسوعه، ارجوك خلينا في رمزي احسن. ما احنا كنا في رمزي، انت اللي خدتيني في جوله حول العالم. طب خلاص يا سيدي انا غلطانه. ها عموما يعني حلا لمشكلتك، انا شايفه ان اوسط الامور الوسط، يعني انت مثلا تجيب حد مع رمزي. اوسط الامور الوسط ورمزي الا اجيب معاه حد؟ ما اكيد هيشرب من غباوته، يبقى بدل ما يبقى عندي واحد غبي هيبقى عندي جوز اغبياء. يا نونا الحل. اوبا، اقول لك على حل هو بايخ شويه، انت بقى تمشي رمزي، هو ده الحل الوحيد بصراحه. لا امشي ايه بس يا رانيا؟ يعني ضميري ما يسمحليش ان انا اعمل حاجه زي كده، مين هيستحمله؟ لو اشتغل مع اي حد ما حدش هيستحمله. اقول لك على حاجه، انت تمشي رمزي وتفضل ممشي له مرتبه لحد ما يلاقي شغل تاني. صدق فكره هايله، فكره هايله صح، ادي له مرتبه ويبقى كمان وفرت الخسائر اللي بيعملها لي كل يوم. مظبوط، انت بكره الصبح تروح تعمل اعلان في الوظائف الخاليه في الصحف السياره. لا 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 لا، مشكله حكايه الصحف السياره دي، لو عملت اعلان وظائف خاليه كم ناس عاطلين هيجولي، عندنا بطاله على الاقل 90 مليون من ال 70 اللي عندنا دول. لا احسن حاجه اشوف حد خبره وليه فكره، عنده فكره بقى في موضوع اللي هو البازارات ده، الوحيد اللي يقدر يفيدني في الحكايه دي المعلم مهرج.
ازيك كده يا معلم مهراجة وازاي تماثيلك؟ بتبوس الايادي يا معلم عادل. يا سلام، للدرجة دي تماثيلك بتعزني؟ يا بتعزك وبس. هو في تمثال يا راجل ما يعرفكش؟ ده التمثال مؤاخذة من وهو ببطن امه بيؤيد ويبايع المعلم عادل. هي فيها مبالغة شوية لكن عموما تشكر يعني يا معلم. انا بس كنت قصدك النهاردة في طلب كده. من عينيا، ده انت تأمرني. هقول ايه؟ خيرك مغرقني. كفاية عملية الحرانية الأخيرة. الله 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 يا معلم، طب ما انا طلبت منك يا معلم تشاركني من النص في البضاعة، انت اللي قلت لي بضاعة خسرانة، يعني انا ما اتأخرتش في حاجة، ومع ذلك انا نص ساعة واجيب لك البضاعة اللي انت عايزها من البازار. يا جدع خلاص، واحنا قلنا بقى ان احنا اخوات، والبضاعة عموما ما راحتش بعيد، راحت لاخويا. واحد يا معلم عدولة. ده العشم برضه يا معلم. وانا بس اخش في الموضوع على طول، انا طالب حد يشتغل عندي في البازار. يا سلام، كلنا صبيانك يا معلم عادل، بس يا ريت تقول لي بقى امتى بقى اخويا استلم المقاشه والجاروف؟ ما هو خلاص بقى زمن المعلمين بح. ليه كده بس يا معلم؟ لا سمح الله، وانا هطلب منك حاجه زي كده، انا طالب منك بس تشوف لي صبي يجي يقف معايا في البازار. اذا كان على كده سهل قوي، بكره يكون عندك. وبكره ليه؟ النهارده يكون عندك. ميل يا واد عمي، ميل وسجيني. رمزي، انا عايزك يا رمزي. رمزي، انا اقول لك على حاجه يعني، واحتمال تزعل. هو اكيد مش اشكال تزعل يعني، انا صراحه مش فارقه معايا يعني، مش متاثر. دول انا عمري ما ازعل منك يعني. في ايه؟ بص يا رمزي، في في واحد هيجي يشتغل في البازار. ياه، اخيرا بقى دولة فهمتني، وجبت لي كده عيل بقى يريحني واقعد اشربه الصنعه بايديا. صنعه ايه اللي تشربها؟ شربوا الواكسه، شربوا الخيبه، صنعه ايه؟ بص يا رمزي، هو هيشتغل مكانك يعني، عشان انت مرفوض يا رمزي. بتحب تهزر انت. اهزر ايه؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. انت مرفوض يا رمزي، انا خلاص رفدتك، وده هيجي يستلم الشغل مكانك. خلاص انا كفايه استحملت كم الخسائر اللي انت سببتولي طول عمرك فلغايه كده، وحلو قوي مرتبك ماشي يا رمزي، مش هتخصم منه ولا مليم، بس اهم حاجه ما اشوفكش في البازار. هتتكل على الله من بكره، من النهارده، من دلوقتي حالا. يلا بره 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 بره، ما تقاطعنيش ما تقاطعنيش، ما تتكلمش معايا خالص، بره بره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. برنس الناس. اهلا وسهلا. معاك امين من طرف المعلم مهرجة. اهلا يا امين، اقعد اتفضل. معلم مهرجة صراحه يعني بيشكر اللي فيك كتير قوي. معلم مهرجة ده باشا اللي مربينا من واحنا عيال صغيرين، ده هو اللي مكتشفني. يا سلام، هو اللي مكتشفك؟ كان بيحفر ولقاك ولا ايه؟ لا، في عيد ميلاد 13 دخل علي معلم مهرجة وفي ايده حته صلصال صغيره كده، هديت عيد ميلادي يعني. يا دوبك يا باشا دخل شرب الشاي مع ابويا، خرج لقاني ناحيتها مسلتين ومدخله راس في راس مع كاميرا كانت في ايد خواجه روسي. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ واضح يعني ان انت قديم في المهنه يعني، بس انا ما سمعتش عنك صراحه قبل كده. انت من جيل ايه؟ انا يا سيدي اوعى على ترميم مناخير ابو الهول، ده كان ايام بقى المعلم التماثيل الكبير الله يرحمه. يعني نفس الجيل تقريبا، بس انا بعد كده بقى هجرت الاقصر بعد احداث 97. رحت الاقصر بعد ضرب السياحه؟ رحت تعمل ايه؟ طبطب عليها؟ رحت ادفع ضريبتي كمصري بيحب وطنه ومهنته. الله الله، امين انت شكلك هتعمر معايا حته. نعم يا استاذ عادل. هات كوبايه شاي لامين. حاضر. اعتبروا المكان بكالكم. صباح الفل يا باشا. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ الناس دي كلها جت امتى دي؟ دي استفتحت معامله بس يا باشا، وبعدين انا احب اكون على مستوى عتبتها لا مؤاخذه. ايوه بس يعني وقعت عليهم ازاي دول؟ ابدا يا باشا، تليفون صغير بس لصاحبي جون باولو، سكرتير اول في مركز ثقافه تشيك. الراجل اول ما قلت له ما تاخرش عليا، راح بعت لي فوق كامل من المطار على هنا على طول. حاجة جميلة جدا، ده انت على كده بقى ليك علاقات كتير بالمراكز الثقافية دي؟ علاقات؟ يا باشا انا ليا في كل سفارة واجب، وفي كل قنصلية جميل مستنيين بس يردهولي، عشان كده بقى تلاقيني عامل زبون حلو، حلو حلو يعني، لأن أنا بشوف السائح من دول ألغيه وقتي، ما استناش، واخد بال سعادتك؟ شوف بعرق سوس، سندوتش في الكلور، غير بقى السلطات بتاعتهم، ربعين كبدة بالحبشتكنات بتاعتهم،
اخد السلاح من دول اركبه جمل زقزقه في المولد وهم بقى بيفرحوا بالحاجات دي قوي. يا سلام، انت بتتعامل مع السايح كانه ابن اختك الصغير اللي انت واخده وتفسعه يعني. تمام يا باشا، وبكده تضمن انك خدت السايح تحت باطك على طول. لا، بعد كده مفيش بقى اي اتوبيس فيه افواج سياحيه يعدي من تحت باطك. ها عليا يا استاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. عليكم السلام. ايه عايز ايه كده دوله كده تبيعني علشان خاطر ده اللي انت مستهتر بيه ده؟ النهارده مدخل لنا 2000 جنيه، عارف يعني ايه 2000 جنيه يا استاذ؟ طب ومن امتى كانت الفلوس بتفرق معانا يا دوله؟ من امتى؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ وانا شفت من وراك فلوس اصلا. بص يا رمزي، انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ انا عايز اخد حاجتي. حاجتك ايه يا ابو حاجتك؟ ايوه حاجتي يا عم. حاجتك ايه؟ كنت شايل فلوس عندي في تمثال جبس وجاي تكسره وتاخدهم؟ بص برضه هتقعد تتكلم في الفلوس يا عم، الفلوس ما تفرقش معانا. انا عايز بنطلون البيجامه المخطط بتاعي. بنطلون البيجامه هو اولا مش مخطط، بنطلون ابيض وانا اللي مديهولك، وقبل كده اهو قلت لك انه عشان اسر عليا اتبرعت لك بيه في يوم اليتيم. جاي عايزه؟ ماشي ماشي يا رامز. بسرعه بس، بسرعه. حاضر اجيبه لك بسرعه، انا عامل حساب اليوم ده وعامل انك هتتلكك على اي حاجه. بسرعه عشان اتخنقت. حاضر يا سيدي، وادي العصايه اللي انت كنت فاكرها نايا اهي بتاعتك عشان ما تجيلهاش مره ثانيه. اتفضل. وادي البنطلون بتاع البيجامه بتاعتك. ايه ده؟ لا البنطلون ده مش بتاعي يا عم، التاني كان رقعته من ورا. ما هو ده رقعته من ورا، انت كنت بتلبسه والمشقلب يخرب بيتك. طيب فين فردة الشراب الكحلي بتاعتي؟ فين؟ فردة الشراب بتاعتك انت عملتها كورة في رمضان اللي فات لما كنتوا بتلعبوا كورة مع فريق بتاع شارع الـ30. ماشي. عايز حاجة تاني؟ استنى استنى، البنطلون ده كان فيه 75 قرش يا دولة، 75 قرش ومدالية على شكل رمسيس كنت سارقها من وراك. الميداليه اللي انت كنت سارقها من ورايا اساسا دي بربع جنيه، ومع ذلك انا خدتها. عايز ايه؟ تروح تبلغ البوليس؟ روح بلغهم، قول لهم ان انا سرقت منك الميداليه اللي انت سارقها مني. انا مسامحك يا دوله، مسامحك، عشان تعرف ان انا يا دوله مش هحط ابن عمي لحمي ودمي في موقف زي ده. موقف زي ده ايه يا رمزي؟ انت جاي دلوقتي عايز ايه؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم. رمزي يا ابني، احنا مش اتفقنا خلاص ان انا رفدتك وان اجرك ماشي زي ما هو؟ وادي يا سيدي اجرك اهو. ماشي ازاي يعني؟ ماشي، اجرك هتاخده اهو كامل ومش هيتخصم منك مليم يا رمزي. اتفضل، لاول مره في حياتك بتاخد اجرك كامل اهو. لا لا يا دوله، والنبي اخصم لي منه، ما تحسسنيش اني مرفوض. يا رمزي خلاص، خلي الفلوس دي معاك عشان انت مش قاعد هنا في البازار، هتاكل وتشرب منين؟ ولو احتجت اي حاجه يا رمزي، ها اي حاجه، انا ابن عمك برضو، تيجي تقول لي على طول. خلاص يا رمزي. دولة حبيبي. خلاص يا رمزي، خلاص. دولة حبيبي. خلاص ما تستخدمش القميص كده يا رمزي. خلاص خلاص يا رمزي، ما تضايقنيش. خلاص يا رمزي. خلاص يا رمزي، مخصوم منك 10 ايام. رانيا 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 رانيا. ايه روح، مالك جاي منتشي قوي كده ليه؟ الحمد لله الحمد لله يا رانيا، اخيرا عندي احساس النهارده زي احساس نصر 6 اكتوبر، عيد تحرير سيناء، كاس الامم الافريقيه. اخيرا اخيرا خلصت من رمزي، وربنا كرمنا النهارده اخر كرم. بصي شايفه فلوس قد ايه جت لنا؟ خلاص خلاص هنعوض بقى سنين الحرمان والغباء اللي عشناه مع رمزي دي، ونحقق كل احلامنا ونجوز ياسمين بنتنا. الحمد لله يا رب، الحمد لله رجعتني عادل اللي بحبه تاني. ثانية واحدة ثانية واحدة. ايوه ايوه ايوه. دولة حبيبي. حسين حسين. دولة، ايه اللي جاب الزفت ده هنا؟ منك لله منك لله رجعتني عادل اللي بكرهه تاني. ايه دولة، انت هتسيبني كده واقف على الباب يا دولة؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا مش خلاص رفدتك؟ يالا انا مش رفدتك، انت مش فاهم يعني ايه رفدتك ولا ايه؟ ايه ده؟ مين؟ رمزي؟ اتفضل واقف على الباب ليه؟ ازيك يا مرات عمي؟ كده يا دولة ترميني رمية الطفل اللي باباه غدر بمامته وسافر الامارات بعد ما كتب عليها بنوم. يا دولة افتكرني اي لحظة حلوة جمعتنا سوا. اي لحظة حلوة؟ انت هتغني لي وانه لحظة حلوة اللي جمعتنا سوا دي؟ انا ما شفتش منك اي لحظات خالص، كل ما بتيجي في دماغي بفتكر تمثال كسرته، افتكر ورقة بردي قطعتها بالنص، افتكر سايح دخل عندنا البازار وخرج من البازار يا عيني دمعته على خده ورجع بلدهم ونوى ان هو ما يرجعش مصر تاني. كل ده اللي بفتكره لك، انه لحظة حلوة. معلش يا عادل، المرة دي رجعوا على ضمانتي. أبوس إيدك يا مرات عمي، أبوس إيدك، حنني قلبه عليا. والنبي يا مرات عمي، فاكرة لما كنت بتبعتيني السوق أستقضلك حاجات؟ فاكرة يا مرات عمي؟ طول
عمرك خدوم. خدوم ايه بس يا ماما؟ خدوم ايه؟ لعلمك بقى هو اعترف لي قبل كده لما انت كنت بتبعتيه السوق يشتري خضار كان بيتعمد يشتري خضار بايظ عشان ما تبعتهوش تاني. صح، طول عمرك ما عندكش ضمير. طب اتكلمي انت يا خالة مرانيا، بقى بذمتك انا مش كنت بروح اجيب لك ازايز رغاوي بتاعت الحموم؟ طول عمرك خدوم يا رمزي. خدوم ايه بس يا حماتي؟ ازايز الرغاوي بتاعت الحموم دي اللي هي الشامبو، عارفه كان بيعمل ايه؟ كان بيشتري بقى ازايز فاضيه بتاعت شامبو ويقعد يحط فيها زيت وبطاس، وعشان يعمل منها رغاوي كان يحط بغبائه ازازه الشامبو كده اهو ويقعد يرغي، يقعد يرغي جنبيها، مش كده؟ طب انت اخر مره استحميتي فيها كان امتى يا حماتي؟ امبارح. ما حسيتيش باي حرقان مثلا ولا حاجه وانت بتستحمي؟ انا حسيت بحرقان وهرشان كمان. اهو الهرشان ده بقى من البطاطس اللي بيحطه على الزيت بتاع الاكل. جامي هاو دير يو جو تو هيل. ربنا يخليكي، شايف ربنا يخليكي ايه؟ بتقول لك جو تو هيل يعني اذهب الى الجحيم ومواصلتك عندنا يا رمزي. يا دولا. طب ياسمين، ابوس ايدك يا ياسمين يا حبيبتي. ياسمين دي بالذات اللي فهمك كويس قوي. فاكره يا ياسمين اما كان بيقعد يقول لك ياسمين يا كلبوزه؟ اه كلبوزه دي شتيمه. ما انا عارفه، وكان بيقطع كراسات الواجب عشان يعمل طياره ورق، وبرده ما كانش بيعرف كمان. ما بتعرفش. طب يا ام ياسمين انت ساكته ليه؟ اهو ام ياسمين بقى نفسها هي اللي محرضاني. خلاص يا رمزي خلاص، مفيش حد في العيله كلها ولا في العماره ولا في الشارع طايقك يا رمزي. ده ابوك اللي هو ابوك الله يرحمه جاني امبارح في المنام. ايه ده ابويا جالك امبارح في المنام وقال لك ايه يا دوله؟ قال لي تسلم ايديك يا دوله. يا نهار اسود، قال لي ضربه معلم ان انت رفدت رمزي ده خالص. الله يرحمه كان حنين قوي. اصحى. ايه يا حته في ايه؟ انت كل شويه تخضني يا حته، عايز انام شويه. مفيش قعاد هنا من غير طلبات. يا حته انا ده سادس مشروب اطلبه وما اشربوش. مش مشكلتي، تشربه تسقي بيه اللي بلبن اللي في مدخل بيتكم ده ما يخصنيش، الماركه هنا بيتغير كل ساعه. عينيا حاضر، انا لسه قابض والله يا حته ومن غير خصم كمان، بس ابوس ايدك بقى. سيبني شويه انام شويه بقى. فوق مطفي لك نور القهوه واولع لك اباجوره اوضه النوم واشغل لك ميوزك، ولو فيها رزاله يعني تولع لي قرص ناموس عشان جسمي بياكلني. لا هي فيها رزاله، تحب سعادتك حاجه معينه على البريكفاست؟ الصراحه نفسي في البيضه وسمنه اللي كنت باكله مع دوله. طب ما تروح له هو يقله لك. لا ما اصل هو خلاص طردني يعني علشان انا غلطت، بس هو اكيد هيرجعني تاني، ده حنين قوي. انت تستاهل اللي يتعمل فيك. ايه ده ايه ده؟ ما كنا ارتحنا من الواغش ده، ايه اللي رجعهم تاني بس؟ ولا حته. انت تعرف الواد ده؟ ده الواد امين الحرامي، عيل خيرتي كده مشموم. امين الحرامي؟ بص انا ما اقراش في حياتي غير الغباء يا عم. وانا مالي؟ ايام ماليش دعوه. انت مركز معايا ولا ايه نظامك؟ مركز. ها اتفقنا يا عم؟ العمليه دي مش جايبه ثمنها، ده عمليه نقل كبيره واقل من 500 ورقه مش هبدي ايدي. شكلهم باعوا البضاعه كلها. يا عم بقى ما تحسنش ان انت هتنسف جبل المقطم، ها، وتلف لي بقى على كتفك. بس العموله على مخاطره العمليه مش على حمولتها. بتتسد انت وهو بقى؟ لا تفضحونا الله، بقك لا في الجهولك. يا لهوي يا دولة يا لهوي. يا جدعان افهموني افهموني، انا في البازار الكل في الكل، ومحدش هيشك فيا. وبعدين صاحب البازار اهبل ومسلم لي دقنه. يا نهار ابيض يا دولة، هين طفولك دقنك، هين طفولك دقنك، هين طفولك دقنك. بقى ايه يا عادل؟ بقالك يومين قاعد في البيت يعني؟ انت قافل البازار ولا ايه؟ لا بالعكس، فاتحه وشغال تمام والتماثيل مية مية. على فكرة الواد اللي اسمه امين ده فعلا هدية من السماء. خلاص انا مش مهم اروح البازار، كله تمام. انا معاك ان هو كويس حسب كلامك يعني، بس برضو انت لازم تبقى حريص لان الضربة لا تأتي غير من اقرب الناس ليك، واحنا مش عايزين نكرر مأساة ريتشارد كبد الاسد لما اهم حلفاء وخانوه. ريتشارد كبد الاسد؟ ايوه صح صح صح،
هو كان بالاماره يعني ريتشارد كبد الاسد ده كان فاتح عربيه كبده في انجلترا وكان رايح يصطاد يعني شويه عيش فرنساوي ده عشان سندوتشات الكبده. رجع بقى على انجلترا لقى حلفائه خانوه وفشوا درج العربيه وخدوا اراضي اليوم ولاد اللذين. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لو سمحت ما تستهونش بكلامي لان كلامي فيه منتهى الاهميه. حرس ولا تخون. يا رانيا حبيبتي انا محرس كويس جدا، وبعدين لعلمك انا عملت حركه خبيثه. انت عارفه بقى جوزك لما بيتخابز بقى. رميت له 5 جنيه على الارض، قلت اشوف بقى رد فعله هيبقى ايه. راح موطي جاب ال 5 جنيه واداها لي. بقول لك امين وهو امين. راح نخلص قبل حد يطورنا بقى. يلا مش خلاص. السلام عليكم. انتوا مين؟ سلام الله وبركاته. احنا بننظف البازار. طيب ربنا يوفقك. ربنا يخليك. اي خدمه؟ لا كله تمام. الاخ رمز. امين. سلام عليكم. يلا ماشي. يلا يا ايه ده بتنظفوا البازار يعني بتسرقوه؟ يا حراميه انا عندي شويش يا شويش. يلا يا امين. ايه ده بقى البضاعه كلها؟ ايه الحلاوه دي؟ بالخزنه بكل حاجه. يا نهار ابيض والله الواد ده هايل. ايه الصوت ده؟ رمزي انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تجيش هنا؟ هتعمل لي فيها مخطوف والله لو عملت لي فيها مشنوق. اطلع بره يلا اطلع بره. عايز ايه؟ عايز ايه؟ امين سرقك يا دولا. امين سرقك. ايه؟ امين سرقني؟ ايوه دولا. سرقني ازاي انا؟ ايوه دولا انا شايفه هو والعصابه بعينيا. يعني انا بيتي اتخرب؟ بيتي اتخرب. ما تقلقش يا دولا انا عارف هما فين. بينا بسرعه على القهوه. يلا بسرعه بسرعه. انت هتعمل لي فيها طار البطريق. عفارم عليكم يا رجاله. لا اصل في صحيح يا واد يا امين، انجزت مهمتك بسرعه واتقان. عيب يا معلمي، ده انا تربيتك. يا رمزي احنا نهجم بقى هاله دلوقتي. اصبر يا دوله عشان نعرف البضاعه فين. المهم يا امين البضاعه فين؟ البضاعه معايا اهي يا معلمي. الله يخرب بيتك، ازاي هتجيبها هنا؟ اهو البضاعه معاهم. يلا نهجم. يلا يا رمزي اصبر يا دوله عشان يبقوا متلبسين. طب انا قلت اجيبها هنا عشان نخلص وتديني بيت حقي بقى. حق قد ايه؟ انت ممكن كده مغفل تودينا في داهيه تحبسنا. ايه؟ على رمزي. إيه؟ يلا بينا نهجم بقى هنا. اصبر يا دولة علشان نتاكد يا عم ان البضاعه دي بتاعتنا مش بتاعت حد تاني. اصبر استحمل بقى لحد امتى؟ يا ابني ليه يا عادل؟ بقى التحف دي كلها كنت عايز تاخدها لوحدك؟ انا بضاعتنا والمصحف هي. اصبر يا دولا بص انا رايح الحمام وارجع تاني. لا خد احنا يعني هنهجم دلوقتي. في حاجه. في الحاجات بتاعتي اتسرقت من البازار. الواد ده ما حدش يتحرك من مكانه. يا حته يا رمزي تعالوا اتصرفوا معاهم. اهو انا محوط عليه ما حدش يتحرك. دولا الحمد لله الحمد لله جالنا جواب من الضرايب. والحمد لله طبعا كل شيء، بس المفروض تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا دولا انا ليا نظره يا دولا في بتوع الضرايب دول. بص ما دام هم بعتوا لنا جواب احنا برضو نرد عليه بجوابات وكده، وكمان شويه ناخد تليفونات بعض ونتصاحب ويبقى ما بين الخيرين حساب. يا دولا ما بين الخيرين حساب؟ ما بينك وما بين الضرايب يعني انت يكون عليك الضرايب هم يقولوا لك لا 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 خليك يا رمزي. ما بين الخيرين حساب، مصلحتك اولا يا رمزي محقوله يعني. اخيرا بدات تفهمني. طبعا يا دول. ايه ده جاي من المنصوره؟ هي ضرايب المنصوره بتضرب في ضرايب القاهره؟ والضرايب كلهم ضربوا في بعض ولا ايه؟ يلا لمصلحتنا يضربوا في بعض، احنا ما ندفعش لا هنا ولا هنا. مرسل لكم من عنبة كفر الترومبا. كفر الترومبا؟ ايه ده دي بلدنا دي يا دولا. بلدكو؟ طب وانت ليك ضرايب ايه هناك يعني ما دفعتهاش؟ اكيد مثلا على المعزه سيمبا
المعزه الصغيره بتاعت سيمبا المنقطه اللي انت عارفها دول. والمعزه سيمبا دي هياخدوا عليها ضرايب ايه؟ حزمتين برسيم. لا يا ابني ده مش جواب من الضرايب خالص يا ابني، مش شكل جوابات الضرايب. ولدنا العزيز اللذيذ رمزي، نبلغكم بان ابنه خالتكم الانسه عنبه قد اتم الله نعمته عليها ورزقها بعريس كالفحل. هو ابن ابو مندور نتعي عين اعيان كفر الترومبا، وباذن الله سوف ناتي اليك لمصر، سوف تاتي اليك لمصر ام الدنيا حتى تشتري شوارها وطقم ستايرها من حداكم، ولكم بالغ الشكر والاسف. يا دي البلد والقرف اللي بيجي لنا من ورا البلد. قال لك هو ما فيش حد ساب البلد وسافر مصر ونجح وحقق ذاته غير انا. انت هتتنطع على اهل بلدك يالا؟ وبعدين انت ايه شايف نفسك ايه في مصر يعني؟ هو انت جاي لك بعثه دراسيه في روسيا بتدرس الطاقه الذريه مثلا؟ ده انت مرمطون في بازار في القاهره يالا. مرمطون ناجح احسن من صاحب بازار فاشل. بص انا مش هخش معاك في مهاترات مين الناجح ومين الفاشل، ده كله تضييع وقت بالنسبه لانسان ناجح زي. المهم هتعمل ايه بقى في عينه بقى ريبتك دي اللي جايه؟ شادوله بقى ما تجيبليش سيرتها دي، سيرتها دي بتسد النفس خالص. ايه ده للدرجه دي وحشه يعني؟ جدا يا دوله جدا. تخيل كانوا عايزين يلزقوها لي واتجوزها، بس انا ايه يا معلم رفضت طبعا. يلا يلا رفضت. هتصيح عليا رفضت ايه؟ انت قلت لا تتجوز. انت اساسا لو جابوا لك المعزه اللي عندك سيمبا المنقطه دي كنت هتتنطط من الفرحه، لكن ترفض واحده ست؟ انت بتتريق يا دوله؟ لعلمك بقى رفضتها ورفضت اللي احسن منها كمان. ماشي يا عم جان بلكو يا يعني عماد حمد كفر ترومبا. يا نهار اسود. المهم هتعمل ايه في الست دي؟ هتبيتها فين يعني؟ ما تقلقش يا دول انا هتصرف، ارميها في اي حته والسلام. ترميها في اي حته ايه يا ابني؟ اعمل حسابك دي مهما كان واحده ست برضه. يا دوله ما تقولش واحده ست يا عم، بلاش مبالغه يا عم، دي بنت غتيته ورخمه. هو انت هيجي من بلكو ايه يعني؟ ما انا عارف، بس اوعى يا رمزي اوعى تفكر في وقت من الاوقات. بص بقولها لك ازاي وصباعي عامل ازاي، ها، انك انت تجيبها عندي البيت. ها عيب يا دوله عيب، وانا خلاص يعني ما عنديش نظر خالص بقى. انا عملت فيك فصل من الحاجات دي قبل كده؟ عملت كتير، بس المهم ما تجيبهاش عند البيت، لانك انت لو جبتها عندي انا مش هفتح لكم يا رمزي. يا دوله ما تقلقش يا دوله، بص انا هاخدها كده ساعتين واروح اشتري لها الستاير من قراشه بتاعتها وبتاعت بلدها دي، وهقوم شاحنها على اول ميكروباص على البلد بقى. الو ايوه مين؟ ايه؟ لا لحظه واحده لحظه واحده. ايه واحد ظابط من اسم الهرم عايزك. الو يا هرم. ايوه فندم. مين؟ رمزي؟ ابن عمي. خير؟ لا حاضر حاضر حاضر، انا هاجي على طول. حاضر شاولة. رمزي ايوه. خش يا حيوان خش يا حيوان، تجرجرني كده وفي انصاص الليالي على الاقسام بشوال الفحم اللي انت ماشي معاه ده. طب انا كنت اعمل ايه يا دوله؟ بس انت مش قايل بنفسك ما تجيبهاش ليا على البيت يا دوله؟ تقوم وديها على جنينه. جنينه يا غبي، جنينه تبيت فيها يا حيوان. لا اله الا الله، طب ايه الغلط في كده؟ جنينه يا نهارك اسود، تقعد بنت خالتك وتبيتها في جنينه يا متوحش. الرك عليها، ايه اللي يخليها تمشي ورا واحد دهول زي ده؟ كده عندك حب جبت لي الكلام وانت اخنفك مش طايق. يا قطه ما تتكلمي يا حبيبتي، ولا هو لا صوت ولا صوره، لا شايفينك ولا سامعين حسك. جنينه جنينه يا حيوان، تبيتها في جنينه. يا دوله يا دوله والله هي متعوده على الخضره، هي كانت بتبات في الغيط. الغيط حاجه والجنينه العامة حاجه تانية يا ابني. يا عم كلها خضره دوله وكله بيترش في الاخر. طب ما انت اللي غلطان يا عادل، انت معتمد على واحد غير مسؤول عن المسؤوليه اللي المفروض يبقى مسؤول عنها. مش ممكن. عاجبك كده نسمع الكلام اللي احنا مش فاهمينه؟ خلاص يا جماعه ما تزعلوش نفسكم، انا هاخدها تبيت في تحت سفح الهرم. ايه ده تعالى هنا، سفح الهرم ده ايه؟ انت عايز مشاكل وخلاص ولا ايه؟ سفح الهرم ده ايه؟ ما عندناش دم، ما عندناش مروءه، ما عندناش اخلاق، ما عندناش يا ماما مكان تبيت فيه خالص. واهدي بقى يا ماما. اهدي تلقح في اي حته في المطبخ ولا اي حته في الصاله؟ سفح الهرم ايه يا جماعه؟
طوبة تقع عليها من الهرم تفتح نفخها، ولا حصان معدي يدوس عليها، ولا بلهول يصحى يخضها بالليل. لا لا لا، احنا مش ناقصين مشاكل يا جماعه. وبعدين ازاي يعني تنام تحت سفح الهرم في البرد ده هو؟ وبعدين المود بتاعها ممكن يتقلب، لان هناك بيعملوا اوبرا عايده وبيعملوا الصوت والضوء بالليل، بالاضافه لوجود تيار هوائي قادم من تحت سفح الهرم مع رياح غربيه شرقيه ممكن تفطس. لا 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 لا، خلاص يا جماعه انا موافق ان هي تبيت هنا اهو تحت سفح المطبخ. يا قطة، ايه رأيك في البيتة اللي اخترناها لك؟ ايه رأيك دي؟ احنا ما عندناش حريم تقول رأيها خالص بتاتا. انا هنا راجل البيت، زفت البرك دي تسمع الكلام وهي خرصة خالص وتنفذه. قال ايه رأيك؟ عنبة على المطبخ، نجرب بسرعة. ده انا رمزي قلت لها نجرب على المطبخ بالريموت كنترول كده تجري على المطبخ. يوم ابتدي البيت ده، انت شخصيه هلا شخصيه دولا. طب اطلع بره. يا دي الليله انا مش فايته. مين دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ دي جنيه ولا ايه؟ انا قلت الشقه دي مسكونه، ما حدش صدقني. القصه الفظيعه اللي هبت عينه فجاه دي، ايه الخيالات اللي عماله تراودني دي؟ اتعشم اني بكون بحلم. انا اتعشم ان يكون ده حقيقه يعني، ويكون واقع مش حلم. هو حضرتك تبقي بنت انهي ملك من ملوك الجن؟ اني عنبه بنت خالد رمزي. رمزي الحيوان اللي انا عارفه، ولا عندكم في عالم الجن واحد غبي برضو اسمه رمزي؟ استنى انت يا عادل، انت غشيم، الموضوع كده دخل في الجد. انتي بنت خالد رمزي اللي هلت عينها من شويه كانت متلفحه بالسواد؟ ايوه اني. وايه بقى ان شاء الله اللي عمل فيك كده؟ ده انتي كنتي لا صوت ولا صوره. لا ما شاء الله، بقت صوت وصوره وصوره مجسمه وبالالوان كمان. يا ما تحت الساهي دواهي، ايه يا اختي اللي ملبسك كده؟ مفيش، انا قمت عشان اعمل تدريبات الايروبكس بتاعتي زي كل يوم. انت بتعملي ايروبكس؟ والله برافو، انت عارفه انا احب الست الرياضيه جدا، وبالذات اللي بتحافظ على جسمها. طبعا الست الرياضيه رياضيه، وبعدين اللي بيهتم بنفسه ده بني ادم يعني عاقل وفاهم هو بيعمل ايه، غير بقى الناس اللي مالهمش دعوه بالرياضه خالص. طبعاً يا روحي، اصل راحة الجسم ما راحة الصوابعين. ايه يا حبيبتي، ده اعلان جزم اللي انت بتقولي عليه ده بره موضوعنا خالص. انا بتكلم على الايروبكس، انت ليك علاقة بالايروبكس؟ يعني انت ليك علاقة بالايروبكس قوي يا اخويا؟ والايروبكس ده يا اختي اتعلمتيه فين؟ في ترعة بلدكم؟ اني اصلا مدرسة العاب وخريجة تربية رياضية، وبعد كده اتعينت في مدرسة زهر الليمون الثانوية بنات. ياه ما شاء الله، يعني تعليم عالي وجمال عالي يعني. دي حاجة جميلة خالص، الرياضة دي مهمة قوي على فكرة يعني. لكن طموحي موقفش لحد كده، لإيماني إن المرأة لازم تقتحم كل مجالات الحياة. تقتحم براحتها، مادام عندها المواصفات دي تقتحم. تقتحم؟ تقتحم ايه بتقتحم؟ من امتى يا حبيبي وانت بتسرد دور المرأة في المجتمع؟ لما حسيت ان دور المرأة دور مؤثر طبعا. كملي يا عنبة كملي. وعشان كده طورت نفسي وخدت دبلومة في الرقص الرياضي. رقص ورياضي؟ بلاش تشوهوا سمعة الشباب والرياضة، سيبوا المنتخب في حاله، المنتخب مش ناقصكم. اسكت اسكت اسكت. والدبلومة دي بقى خدتيها في كفر ترومبا يعني؟ يعني كنت بتتمرني في الجيم اللي جنب الساقية؟ العالم كله بقى قرية صغيرة، ولاني ما قدرتش انزل مصر اخد الدبلومة فخدتها عن طريق الانترنت من جامعة كامبريدج سبورت بأتلانتا. يا سلام جامعة سبورت. يا يعني بس انا بلاحظ والله ان دي رحلة كفاح يعني. كفاح؟ الرأس دلوقتي بقى كفاح؟ تحب انزلك شعر الهرم بكرة اكفاح لك؟ عادل انفذ يا حبيبي عشان تخش تنام بدل ما اوريك الكفاح على اصوله جوه. اصبري بس، يعني رجلها قفشه يعني معقوله؟ والرجل ما دام قفشه والعضله نفسها تعبانه ممكن تاثر تاثير سلبي على الركبه، وبعدين الركبه دي ما شاء الله مش اي ركبه، دي واضح ان هي استيراد. الركبه دي ايه اخبارها يعني؟ شكلها بجد تتعب قوي يعني. تقصد ايه محلوح؟ اقصد يعني ان احنا هنتعب قوي على ما نلاقي لها قطع غيار بشريه. هي الركبه دي مش من مصر مش كده؟
الله الله الله، متشيك ومتبرفن، على فين العزم ان شاء الله رايح تخطب؟ بطلي شيطانة ساعة صبحية يا سناء. شفت؟ حتى سناء لاحظت. لاحظت ايه بس يا جماعة؟ يعني هو الواحد لازم ينزل من بيته معفن عشان عجبكوا يعني؟ امال فين عنب امال؟ عايز عنب في ايه امال؟ لا مفيش، هاخدها اوصلها لرمزي زفت ده عشان يجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني. لا ريح نفسك انت يا اخويا، انا هباخدها اجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني. ايوه طب وانت ذوقك ايه يعني؟ ده هي ذوقها عايزه تشتري ستاير معينه، انت تفهمي في الذوق ده ازاي يعني؟ وعنب بنتي كمان ايه اللي عندها ذوق اساسا؟ دي سناء، سناء سناء ذوقها لا يعلى عليه اصلا. ربنا يخليكي ليا يا اختي. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا الاثنين اتفقتوا مع بعض ما شاء الله، اول مره تحبوا بعض كده. بقول لكم ايه، بلاش الحركات دي وخفوا شويه على البت الغلبانه المسكينه اليتيمه الحلوه الجميله القمر الشيك دي. الحلوه الجميله القمر الشيك، على فكره بقى عادل انت ذوقك بتحضر جدا. صباح الخير يا جماعه. صباح النور يا جماعتين. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ امال فين اللحاف الاسود اللي كنت جاي لنا بيه امبارح؟ زي القريه للقريه وزي المدينه للمدينه. الله الله، شايفين الكلام طالع ومتناسق ويعني بالظبط، القريه للقريه والمدينه للمدينه. ايوه كده ما شاء الله، ده ايه الحلاوه دي، كامله من مجاميعه. على فكره بقى ده اسمه نفاق اجتماعي واسمه مشيان مع الموجه. موجه ايه وبحر ايه والطرطشي علينا ليه بس يعني؟ اهدي كده اهدي. يلا يا عيني اتفضلي عشان اوصلك. اتفضلي. شفتي اخوكي هينقطني بارد تلاجه، هينقطني. انا عايزه ابقى صريحه واضحه معاكي عشان تقيمي الموقف صح وتلحقي تتصرفي. أوكي. البنت حلوه، القطه المشمشيه نطت حته نطه من فوق النمية، زعلانه هي اللي برضه. صباح الخير يا رمزي. صباح الخير يا رمزي، ازيك يا رموزه؟ ازيك يا ابن عم رموزه؟ ازيك يا رموزه؟ احنا بنقول له في البلد يا جلاحه. جلاحه احتشمي يا بنت. لو سمحت احتشمي يا بنت. وبعدين ايه الهباب اللي انت لابساه ده؟ انا مش قلت لك 100 مره قبل كده ما تلبسيش جينز وباطي؟ اخر مره يا رمزي. رمزي كده اهو، حف سي رمزي. وبعدين انا قايل لك 100 مره ما تلبسيش الزفت ده، ها؟ علشان الزفت ده بيليق على البنات الحلوه بس، لكن انما يعني انت مفيش خالص. يا نهار عامة، ولا رمزي تعال ولا رمزي. خلي بالك انت كده بتحرجها يعني وبتخدش انوثتها. يا عم انوثه مين يا دوله؟ ما تبالغش يا عم بقى، ده احنا ما صدقنا ان هي اتجوزت يا دوله. انا كنت خايف اصل تعنس وتتدبس في عربيزي، كنت اوديها فين انا؟ دي تعنس؟ لما دي تعنس اللي عندي ايه بقى يحصل لهم؟ يضربوا بنار في ميدان عام. بص يا سيدي انا ممكن اخدمك في الموضوع ده وهساعدك كابن عم يعني. عشت يا دوله ربنا يخليك. انت تنزل دلوقتي تروح انت تجيب الستاير وسيبها بقى معايا، هي تقعد بقى تتدبس معايا يعني، اقعد استحملها بقى وخلاص. لا لا يا عم، وانا يرضيني يعني؟ لا ما يرضينيش ان انا احطك في الوضعيه دي خالص يا دوله. يا عم وضعيه ايه؟ انت بس سيبها معايا وانزل انت روح هتلاقي الحاجه. مش معقوله يعني هتاخدها وتروح تجيب بيها الحاجه، افرض الحاجه ما عجبتهاش فترجع تاني تاخدها وتروح توديها، لكن انت روح انت هات الحاجه وسيبها بقى تقعد معايا بقى يعني. ما يا دوله انا ما ينفعش اروح لوحدي يا دوله، علشان جوز مرات عمي اللي هي جوز خالتها اللي هي لازم موصيني عليها، هقول له ايه الله يرحمه؟ يا رب ايه ده؟ انا كنت فاكر الموضوع نسب يعني. شفت بقى دوله شفت؟ لا خلاص خلاص سيبها يا رمزي، سيبها يا رمزي واتكل انت على الله يعني. معقوله هتمشي بيها في الشوارع؟ مش معقوله يا رمزي. بص يا دوله، ما هو اذا كان حبيبك عسل يعني ما تشفطوش كله، انا هاخد البنت دي واقوم شاري لها الكام حاجه اللي هي عايزاها دي واقوم شاحين على اول ميكروباص بقى بلا قرف. بص يا رمزي، البت دي على فكره شكلها مستغل جدا يعني، ممكن وهي معاك في السكه تقعد تقول لك بقى هات لي حاجه ساقعه، هات لي سندوتش عشان جعانه، وبعدين ميكروباص ايه اللي انت هتركبه؟ ولا معقوله هتركبها ميكروباص؟ ايوه يا دوله، احنا بقرشنا نوقفها اجعص ميكروباص. توقفها اجدع ميكروباص ايه يعني؟ ما هي ممكن هي لو ركبت الميكروباص تركب اوكي، بس اكيد مش هتنزل منه يعني. لا ما تركبهاش ميكروباص، مش معقوله تمرمطها يعني. بص يا رمزي، خد 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 خد. ما ينفعش اسيبها. خد يا خلاص يلا خلاص، خد ادي 50 جنيه معاك اهم، ها تجري انت على الله روح هات لها الحاجه وتعالى انا هقعد معاها غصب عني. مش هتستحملها. معلش معلش هتستحملها دوله؟ لا عشان خاطرك يعني ابن عمي ولازم استحملك يعني. يلا اتكل على الله. مش هوصيها بس انت بت حسك عينك تتعبي عمك عادل، ها بالبلغ. حاضر يا رامز.
يا رأى. حاضر يا سي رمزي. قوي قوي انا رمزي. اقفل الباب معاك. ها ماشي، مع السلامة. مع السلامة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش يا استاذ عادل، انا متجل عليك هنا وفي البيت كمان. متقله ايه؟ لا لا لا، معقوله؟ ده حضرتك خفيفه جدا يعني. امال التقل اللي عندي في البيت ده يبقى ايه بقى؟ ده انا بلعب في اوزان تقيله يعني. على فكره حضرتك انسان اقرب للمثالي، جميل جدا وراجل يعتمد عليه فعلا. ربنا يخليكي. ده انت اللي شكلك يعني جميله جدا صراحه يعني، ويعني عارفه متطوره كده. هو انت من الجيل الرابع للستات ولا ايه؟ على فكره اي ست في الدنيا ممكن تبقى جميله، سواء كانت من العاصمه او المحافظات. محافظه ايه بقى؟ لا حضرتك ده انت لو محافظات تبقى محافظه كندا بقى. متشكره جوي، بس الفكره اللي متاخده عن المراه في الاقاليم اختلفت كتير يا استاذ عادل. اختلفت وهتختلف على ايديك ان شاء الله. بس انا يعني معلش انا اسف اني بتدخل في حاجه زي كده، هي ملحوظه يعني. ازاي تبقى واحده مثقفه وجميله زي كده ويجوزوكي واحد اسمه ابن ابو مندور؟ ده شيخ الغفر في البلد ولا ايه؟ اولا انا ما حدش جوزني، انا ومندور واخدين بعض عن حب، وقصه حبنا يضرب بيها الكفر كله من صغيره قبل كبيره. وبعدين مندور شاب زين وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية جد الدنيا. اقتصاد وعلوم سياسية؟ ده أنا على كده بقى رمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، منورة والله. شايفين البنت بتتنطط ازاي؟ عاملة زي فرع علوز. اقطع دراعي ما كانت بتشتغل رقاصة في مولد في بلدهم. انا قريت في بحث ميداني ان الرقص بعد الغدا مهم جدا. ليه فور؟ انا البنت دي بتفكرني بايام طفولتي، ايام ما كنت فنفتة في نادي الجزيرة وبعمل هلا هوب هلا هوب. طب شيل طباعه، مش عارفة تشيلي نفسك. شيل طباعه، شيل هلا هوب. يلا يا جماعة تعالوا حركوا الدورة الدموية شوية عشان الكرش. رانيا ما تيجي تشاركينا اللحظه الحلوه دي؟ استني انت بس يا حاجه لو سمحت. عادل ايه المسخره دي؟ انا عايز اعرف ان انت من امتى بتلعب رياضه؟ طول عمري بلعب رياضه. الرياضه مهمه جدا، الرياضه للجميع زي القراءه بالظبط. يلا يا عنبه يلا. مش هتاخد نفسك يا عنبه. مالك يا استاذ عادل؟ مال لياقتك البدنيه بعافيه كده؟ وريني. مش عارف ايه اكيد لحسن. اكيد شد عضلي. اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا كده الشد العضلي بقى احسن كتير الحمد لله. واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد. نعمل تمارين خفيفه مثلا صوابع. لكن نقعد مرمطنا من الصبح يعني. مش معقولة، أنا استحملتها يومين، كمان قررت إنها تمد إقامتها وتقعد على قلبي أسبوع كمان عشان فستان الفرح الهباب بتاعها وهدوم الفرح الهباب بتاعها. كله من عادل، منك لله يا عادل، هو اللي ركبها علينا. أنا أنام في المطبخ تاني؟ أنا؟ بصي أنا عايز أقولك على حاجة، هو الحقيقة يعني إن أنا معجبة بالبنت دي اللي اسمها عنبة اللي هي قريبة رمزي دي، برضو سنها صغير وقدرت توصل للجسم والحجم ده، بس ده ما ينفيش إنها لازم تبطل بجاحة وما تتعاملش على إنها أجمل واحدة في الكون. صعبان عليك تقولي كلمة صدق واحدة في حياتك؟ قوليها، البت فرصة حبيبتي. إذا كانت هي فرصة فأنا مهرة. ياي مش معقول العقد اللي انتوا فيها دي يا حبيبي، احنا كلنا أجيات. يا سلام، قاعدة أنا في اسطبل خير. بقول لكم ايه، البت دي راكبها عفريت صايع وأنا أعرف أتعامل معاها. لو اتقصعت ولا اترقصت هقلع الشبشب واديها بيه لما طلع العفريت. شبشب ايه يا ماما؟ عفريت ايه؟ ايه الكلام بتقوليه ده؟ لازم نكون صراحة مع نفسنا يا جماعة، البت دي احنا مش هنعرف نسد معاها. لا استني استني استني، انا بقى استوعبت، احنا نبوظ لها الجو العام اللي بتعمل عليه الرقص الايقاعي بتاعها ده. ازاي يا فزلكة؟ ولا حاجة، نغير طبيعة الميوزك اللي بتسمعها، نهدي الإضاءة شوية بحيث إنها تأثر على الطاقة البيولوجية بتاعتها، نذبذب الإضاءة شوية. سيبوني أنا هنكد عليها. طن 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 واحد اثنين
طن 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 وجالها هبوط ودلوقتي هي بترتاح عشان هي مسافره. ايه ده هي مسافره النهارده؟ شوف الايام الحلوه بتمر بسرعه ازاي. جامب بس ما تنقصي حبيبي اي تمرينات انا اللي هعملها لك الصبح كده. انت اللي هتعملي لي التمرينات وعايزاني ما اقلقش. اشوف وشكم بخير يا جماعه. مع السلامه. مع السلامه. نشوف وشك بخير حبيبتي. انت قولي لي زيها. انت مأمنه على وشك؟ طبعا مش ده راس مالها. عينا بقى نشوف وشك بخير يعني. هتوحشينا والله. هنفتكرك كل يوم واحنا في تدريبات الصباح. مع كل نقطه عرق بتنزل هتنزل دموع مننا اكيد يعني عشان تفتكر بيها كابتن عنبة. انتوا كمان هتوحشوني جوي جوي. لو تسمح يعني ممكن تقبل مني التذكار البسيط ده؟ ما حكيتيش غيره. يا سلام على الرقة دي جميلة جدا. يا كل ما هعرق طبعا بقى وأم ماسع عرقي كده هفتكرك. مشكر جدا مشكر. دولا حبيبي. عايزين ايه دولا بقى يا عم؟ انا جاي اخد زفت البرد دي. يلا بنت انت يا بنت انت. يلا يلا. حاضر يا رامز. ايه ما تخشيش ما تخشيش. حاضر يا رامز. ما انت ايه اللي جابك النهارده يعني في ميعادك؟ ما انت كل مره بتيجي متاخر. مع السلامه يا عنب. الله يسلم. مع السلامه. السلامه يا زفت. مش متضايق ولا حاجة. أنا بس يعني زعلان مش عارف مين هيدربني تدريبات الصباح بعد كده. يعني إيه الليلة الكبيرة اللي أنا عايش معاها دي؟ عايز إيه؟ أنت مالك أنت؟ هاجي الشغل ولا مش هاجي الشغل؟ أنا في يوم ما جيتش فيه الشغل. انت مالك اتاخر ولا اقفل يا رامز اقفل. ايه ده فين الفطار؟ سلامة عينيك يا حبيبي. الفطار قدامك على السفره. ده فطار عاملين فطار لقطه. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تشوفوا شغلكم بقى. ايه يا عادل بتجعر على الصبح ليه؟ بجعر ايه بس يا ماما؟ فين الفطار؟ انت عارفه كويس قوي ان انا بحب البيض بالبصير مع الفطار. ايه يا عادل؟ صبريه صبريه اصبر اهي انعام بتحضرهولك. لسه بتحضرهولي؟ امال بتعملوا ايه بالصبح؟ يا بيبي اهدى يا بيبي مش كده. صحتك يا حبيبي صحتك يا بابا. الغضب قبل الفطار بيعمل تهتكات في المريء والمعده. انا بقى لو حصل اي حاجه لمعدتي هتبقوا انتوا السبب يا هاني. في ايه يا عادل؟ ايه الغيغه اللي انت عاملها على الصبح دي؟ غيغه؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت اصلا؟ انت اصلا لا منك ولا كفايه شرك يا هانم. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز البيض بالبصير. ما انا بفطر وبحب البيض بالبصير مع الفطار. خلاص اهدى اهو البيض بالبصير ما كل. اخيرا جبتوا البيض بالبصير ما. وايه البيض ماله ليه ايه ده والبيض ايه ده ايه ده ايه ده؟ وعاملاه كمان في عيش شامي يا ماما. يا ماما انت عارفه يا ماما ان انا بحب العيش الفينو من ايام المدرسه. وانا بحب العيش الفينو الصغير اللي انت كنت. بصوا انا مش واكل انا مش واكل انا مش واكل انا ماشي. السلام عليكم. انا مش فاهمه كلامه خالص. هو في ايه كده ليه؟ انت عزفت يا رمزي؟ يا دولا ما نظفش البازار ليه؟ انا نظفته يا عم. هو يا عم نظفته يا عم؟ امال ايه التراب ده؟ ها ها قصدي التراب ده فين التراب؟ فين التراب؟ قلت لك يا دولا. ايه يا دولا مالك؟ فين ال انا مش قايل لك رص الحاجات دي امبارح بالليل ما رصتهاش ليه؟ يا عم انا برصها اهو. يا عم برصها اهو ايه؟ وانا ما اطلبش منك حاجه وتعملها في ساعتها ابدا؟ ساعتها كنت نايم بقى يا دولا بقى. طيب والتمثال ده ايه اللي حاطه هنا على المكتب؟ سبحان الله انت مش انت يا دولا امبارح بالليل اللي قلت لي حطه هنا؟ انت تنسى كده دايما. او انا اقول لك حاجه تعملها؟ انت مالكش شخصيه ابدا. ايه طب قول لي بقى دلوقتي انا نفذ الكلام اللي انت بتقوله لي ولا ما نفذوش؟ يا عم بقى حيرتني.
عيرتك؟ أيوة. انا عيرتك؟ يا دولا والله العظيم بقى يا عم اهدى كده، اهدى يا عم كده، يا الواحد واخد من الدنيا حاجه، اهدى كده واسلي مراوحك تتكسر. يا بارد بارد، يا ريتني عندي عشر برودك ده. ايه يا دولا بس كده، انت يا عم اليومين دولت اعصابك كده مرهفه ونفسيتك ملفقه منك يا دولا. احكي لي ايه اللي تعبك؟ احكي لك؟ احكي لك، انت هتصاحبني ولا ايه؟ ايوه دولا، احنا مش ولد عم يا دولا. ما تقوليش ابن عمي، ده شايفني متنرفز ما تقوليش ابن عمي. المهم سالت على المخزن اللي احنا هنخزن فيه البضاعه اللي هتيجي دي ولا لا؟ اه اسكت يا دولا اسكت، دي الاسعار مفرفره في الهوا، دي اقل مخزن يا دولا ب 3000 جنيه. يخرب بيتك انت فرحان، امال هنعمل ايه في البضاعه اللي جايه هنخزنها فين؟ بص يا دولا بقى، الفكره دي انت يعني احسن حل، يعني انت تحط التماثيل دي عندك في تحت بير السلم في العماره وتربطهم بجلازيك. جلازيك؟ وانا بركن عجله؟ تماثيل يا ابني، تماثيل تتسرق. طب هنعمل ايه طيب؟ طيب يا دولا بس بس بس، انا ما عنديش غير حل واحد، اخزنهم عندي في البيت. يا عم انت عندك في البيت، انت تسرح بيا، دي مدروزه بشر. وايه المشكله يعني؟ اي اتنين اطلعهم واحط مكانهم التماثيل لغايه ما يتباعوا. يتباعوا؟ ايه ده، هتبيع اتنين من اهلك يا دولا؟ ابيع اتنين ايه يا غبي يا غبي، لغايه ما التماثيل هم اللي يتباعوا. اه طب ما دولا يا دولا برضه هيقفوا لك بالمرصاد وهيعندوا معاك وهيرفضوا هيرفضوا هيرفضوا. انت بتتنرفز عليا يا واد ولا ايه؟ مين اللي يقدر يرفض؟ انا ما ينفعش حد في البيت ده يكسر لي كلمه ابدا. صح يا دولا، هم فعلا ما ينفعش يكسروا لك كلمه، بس ممكن يكسروا لك التماثيل يا فالح. ساعتها بقى هيشوفوا الوش التاني. وش تاني ليه يا دولا؟ وانت براسين؟ لو حد بس منهم كسر لي كلمه يا ويلو يا سواد ليلو. ايوه دولا كده، انا بحبك كده، خشونتك ورجولتك في المواقف السهله دي اديها ما ترحمهاش. اللي كسر لي كلمه يا ويلو يا سواد ليلو. يا ويلو يا سواد ليلو. يا ويلو يا سواد ليلو. دولا انا هروح اجيب لك فطار. يعني ايه؟ يعني انا كلمتي ما بتتسمعش في البيت ده؟ لا يا روحي، يعني اذا اردت ان تطاع امر بما لا يستطاع. امر بما لا يستطاع؟ انت اساسا بتقوليها غلط صراحه بقى، انت يا هاني من اللي لا تستطاعي. لا لا عادل كده جميل، يعني تحكماتك دي زادت قوي. والله من حكم في بيته فما ظلم. احكم يا عادل بس بالعقل وبالاصول، مش معقول تطردنا كلنا عشان تماثيل. يمكن هيأجر الشقة يا ماما فروش للتماثيل. يا فروش الترياق الترياق. طب ايه رأيك بقى ان التماثيل دي هتتحط في اوضتك وانت تفرشي ان هو لا اما في الصالة لا اما في المنور؟ ايه افس عليك يا عادل بقى، عاوز قعدنا احنا في المنور ولا في الصالة تبيع اختك وامك عشان تماثيل؟ التماثيل دي هي اللي هتجيب لنا فلوس. لا 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 انا مش قادره افهم، انت هتفضل تجري تعايرنا على طول؟ اعايركم بايه؟ انا مش بعايركم، انا بقول لكم الواقع، الفلوس اللي انا بجيبها اللي بصرفها عليكم. لا مش معقول ابدا كده، انت كل شويه تقعد تفكرنا، مش كفايه قوي ان احنا قاعدين منكمشين في بيت واحد وكلنا فوق بعض؟ لا 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 ومستحملينك وانت اوفر كده. اوفر؟ حلو قوي كده بقى، يبقى جيم اوفر على راي الشاعر الاغريقي اللي قال جنت على نفسها حماتي. طب ممكن تبطل فتي؟ ممكن تبطل فتي لو سمحت، لان الشعر اساسا الاغريقي اللي انت بتتكلم عنه عازب مش متجوز. اهو عازب بقى مش متجوز، متجوز انا كلامي يتسمع وخلاص. التماثيل هتيجي وهتتحط في البيت كله، وانتوا بالنسبه لكم تفرشوا وتناموا هنا في الصاله. ايه 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 بتقولوا حاجه ولا ايه؟ فلوس ولا ايه؟ انا مش فاهمه. اه بحسب. لا بطلب منكم شوية تسامح. وليه ما نخصصش يوم للتسامح ونسميه يوم التسامح المصري الجميل، ويبقى تحت شعار لو خدك على قفاك سيبه يلطش فيك. لو خدك على قفاك سيبه يلطش فيك، ايه كلام الهزو ده؟ يبقى كده الواحد يبقى راجل هزو. ولسه معاكم وبرنامجكم انا في الضياع، وبنستقبل تليفوناتكم على 0550 77 3. طب والله لا اكلمك ونشوف ايه الحكاية دي. آه مشغول، هرب من المواجهة الجباه. ألو مين معايا؟ أنا حسام المنيري.
آه عم حسام، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وايه الشعار اللي انت عايز تقوله اللي هو بتاع لو حد خدك على قفاك سيبه وبتاع؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ واضح ان موقفك في الحياة مختلف عن مبدأنا في البرنامج، لكن ده يحفزني اني اتناقش معاك وافتح معاك حوار. اوي اوي، افتح الحوار اللي انت عايزه. ايه بقى وجهة نظرك يعني؟ واضح ان حضرتك عصبي. هو حضرتك متجوز؟ اه يا سيدي متجوز. وسعيد في حياتك الزوجية؟ مش عارف. يظهر انك تعبان. انا عايزك تريح نفسك خالص وتعتبرني كأخ. هي تعباك في ايه؟ هي مش هي، هما. هو حضرتك عايش مع اتنين؟ يا ريت. تلاتة؟ يا ريت. أربعة؟ يا أستاذ ما كانش ده يبقى حالي. بس أكتر من كده هتتعرض لمساءلة قانونية. لا حضرتك فاهم غلط، أنا مش يعني حضرتك، أنا عايش مع ستة. ستة؟ افهم يا حس، بس المشكلة مش في سناء أختي ولا في رانيا مراتي ولا في ماما ولا في حماتي. هم بص هم كلهم شغالين وكويسين. امال ايه مشكلتك يا دولة طالما انهم طيبين ومريحينك؟ المشكلة حس بجد بقى ان الحاجة ما بتتنفذش من اول مرة، لازم ازعق واشخط عشان ينفذوا اللي انا بطلبه منهم. كل الستات عموما لازم تخش لهم من المدخل العاطفي، هتلاقيهم بينفذوا امرك من تلقاء نفسهم. ايوه حس، ما انا خايف برضو امشي في الطريق العاطفي ده فلاقيه كله مطبق. عيب يا عدولة، اسأل مذيع ولا تسألش طبيب. ماشي حس، عموما دي فرصة سعيدة قوي وانا هحاول اعمل بالنصيحة بتاعتك. ماما يا ماما ماما، ما شفتيش البلوزة الصفرة بتاعتي؟ يا ماما حرام ابيض، الحقوني يا جماعة الحقوني. ايه في ايه رانيا؟ مخزون البسطرمة اللي في التلاجة خلص وعاد رئيس حداتي عشان يروح الشغل، لو عرف هيخرب بيوتنا. انا ماليش دعوة، انتوا جواز واحرار مع بعض. انتوا خايفين منه كده ليه يا جماعة؟ قولوا له ببساطة البسطرمة خلصت. اه ايه هياكلكم هيتبدلها ولا ايه؟ صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الجمال، صباح الصباح. صباح النور. صباح الخير يا ماما، يا احلى ماما في الدنيا، يا ست الحبايب، يا حبيبه. فعلا فايزه كان عندها حق. صباح الخير يا حماتي، يا اجمل حما في الدنيا. على فكره اسماعيل ياسين ابدا ما كانش عنده حق اما كان بيقول حماتي قنبله ذريه، بالعكس حماتي ملاك. صباح الخير يا احلى حما، خلفتي لي احلى مراتي في الدنيا. يعني ايه؟ يعني طبعا يا حبيبتي انت اجمل واحده في الدنيا. عمري ما كنت اتمنى في وقت من الاوقات ان انا اتجوز واحده في جمالك وفي حلاوتك وفي رقتك. صباح الخير يا رانيا. ايه ده؟ ايه الرضا ده كله؟ صباح الخير يا سناء، يا حبيبتي، يا اختي، يا جميله. يعني ايه التعليم؟ يعني التربيه والتعليم، يعني الاخت مدرسه، ويا سلام لو تجريبيه، يعني مصاريف زياده واذيه وقلق، وتعتبري سفيره ابليس في هذا البيت. يا سلام يا سلام على السعاده، يا سلام على الاصطباحه الحلوه في البيت السعيد اللي انا عايش فيه. عادل اسكت يا عادل، مش مفيش بسطرمة، ورانيا نسيت تجيب لك بسطرمة، يعني طنشتك، يعني ما اشتريت لكش بسطرمة. عادي جدا، مراتي حبيبتي ونسيت تجيب البسطرمة، ايه المشكلة؟ عادي خالص. ده كفاية بس ان مراتي حبيبتي عليها عبء ومسؤوليات كتيرة جدا في البيت، يعني هحملها ايه اكتر من اللي هي فيه ده؟ ربنا يكون في عونها صراحة. والله يا عادل حاولت اعوض ببديل بروتيني اخر كشرائح السجق بالكبده الحاره، ولكن يعني فقد. يا حبيبتي ده كفايه بس كلمتك دي، من غير ما تعوضي ومن غير اي بروتين ولا اي حاجه خالص، كلمتك دي لوحديها بس يا رانيا شبعتني، هقعد عليها خمس ست ساعات كمان على ما يعني اجوع تاني. يا سلام، ربنا يكملك بعقلك يا عادل. تصور انا كنت متاكده ان زرجنت امبارح دي غزة شيطان. فعلا يا ماما عندك حق، الشيطان ده فظيع، بس كان عايز يثبتني ويغزني. رحت انا ادركته وقلت له ايه ده راح فين؟ لا دي عيلتي، دول اهلي، اوعى. الحمد لله يا عادل، الحمد لله ان لحظة الغضب دي امبارح كانت لحظة عابرة. الحمد لله ان لحظة غضب امبارح كانت سحابة مصيف.
سحابة مصيف. يا رانيا حرام عليكي بقى، ارحمي مكتبة اسكندرية شوية، خلي حد غيرك يستعير. ما أسعدنا عائلة، ما أسعدنا. هدولة طمني، أنا متغوغش. ايه بيتهم في الصلاه ولا ايه؟ لا يا ابني ما بيتهمش في الصلاه، بالعكس ده انا بيتهم على كفوف الراحه. نخيت. ايه الخه اللي انت بتقولها دي؟ وبعدين انت مالك، انت سخنان قوي على بياتهم في الصاله. اشمعنى يعني انا اللي انام في المخزن؟ وايه المشكله يعني ما تبات في المخزن؟ هم حتى لو باتوا في الصحراء يا رمزي انت برضو هتبات في المخزن. إيه خد خد خد، بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ بحسب. يا دول افهمني بقى، ما تبقاش معصلك دماغك. يا عم انا سامع ان المعلم ترسى هيشتري المخزن واشترى معاه هرمين وهيخزنهم فيه. طب والهرم الثالث يعني هيسيبه لمين؟ فرصتنا بقى دولة، فرصتنا احنا بقى نخش بتقلنا نشتري الهرم الثالث نخزنه، سعره يعلى نبيع. ايه بس احنا عمرنا ما اشتغلنا في الاهرامات قبل كده يعني، واسمع كمان الهرم ده بيبقى له عمر افتراضي زي الجبنه النست، وعمره الافتراضي 9000 سنه. بص يا رمزي، انا متهيألي احنا ممكن ناجره قانون جديد احسن. يا دولة فارم عليك، احنا ممكن ناجره فعلا، وبعدين نطلعه بقى في الاعياد وشم النسيم وكده ناجره للعيال. صح، دي فكره حلوه برضو. ويبقى جنب الهرم ده ممكن نجيب لنا ايه، جمالين ثلاثه، ها، على كرتونتين بقى ميه معدنيه، على شويه مراجع، على شويه زحاليق، ويبقى اول مولد فرعوني. ايوه يا دولة، والناس كساعتها بقى ممكن تستخدم الهرم ده كزحليقه، يعني يطلعوا لفوق كده ويتزحلقوا لتحت. ايوه يتزحلقوا لتحت، ينزلوا ميتين، ناخدهم نحنطهم ونتوسع بقى. يلا. انا اتحمست خلاص. اتحمست. هنشتغل امتى بقى دولة؟ هنشتغل على طول يا هاد. بس تفتكر لو احنا اخدنا الهرم ده ممكن ننقله فين مثلا؟ عارف تفتكر ممكن ننقله فين؟ فين يا دولة؟ مش عارف. متهيألي ممكن ننقله رمسيس، هم مش نقلوا تمثال رمسيس ودوه الهرم؟ شفتهم في التلفزيون. بس يبقى احنا ننقل الهرم نوديه مدار رمسيس، يبقى مدار رمسيس اسمه مدار الهرم، والهرم يبقى مدار رمسيس، بحيث اللي رايح الهرم يروح رمسيس واللي رايح رمسيس يروح، يعني ندخل القاهرة في الجيزة. صح. طب ايه رأيك بقى ما دام سخنت يعني ما نشيل مع ابو الهول؟ لا 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 لا، ابو الهول مناخيره مكسوره ما يجيبش حاجه. لا لا لا، المهم بص يا رمزي. اسمع مني يا دولة. يا عم اسمع انت كلامي، انا فاهم بقول لك ايه، انا راجل دماغي كلها عارف بيزنس يعني. ها، الطلبات دي عايزك تروح تجيبها وتجيلي بسرعه. حاضر يا دولة. عينيا. هجيبها بقى منين؟ هتجيبها من الهرم. قصدك رمسيس يعني؟ هوا فرقة. لا يلا رمسيس ولا هو احنا اشترينا لسه؟ يخرب بيتك. واو، هود بلاستيكي مرصع بالبلورات الزجاجيه وفتافيت الاحجار الاوتومنتيكيه. يا نهار ابيض، انا حاسس يا حبيبتي ان انا متجوز موجهه فيزياء. بيبي انا بدات احس ان انت بقيت رومانسي جدا، انا حاسه ان انا عايشه مع تامر حسني في البيت. تامر حسني، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. بصي يا رانيا، ده حاجه بسيطه جدا، بس عشان اعبر لك بيها عن حبي، واعبر لك قد ايه ان انا مقدر تعبك في البيت هنا. ميرسي. السلام عليكم، ازيك يا ماما، يا ست الحبايب، يا حبيبه يا حبيبه. ازيك انت يا حبيبي؟ بص يا ماما، ايه رايك بقى في العبايه دي؟ حلوه قوي قوي قوي، بس مش دي كبيره على رانيا؟ لا رانيا تي يا ماما، انا جايبها لك انت يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا حبيبه. يا حبيبي ربنا يخليك ليا. هو النهارده عيد الام؟ ها، وانا مستني يعني عيد الام عشان اعبر لك عن حبي ليك يا ماما؟ معقوله يا ماما؟ انت عارفه بجد انا بحبك، بحبك جدا يا ماما. وانا بحبك قوي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. عارف لو طلبت عينيا اطلعهم كده واديهم لك. يعني احنا مش عايزين نستعجل الامور، بس عموما مش هتوصل للعينين يعني. كل اللي انا اقدر اقوله لك اني بحبك يا ماما، وخصوصا ان انت اول كلمه نطقها لساني. اول بس؟ لا، تاني كلمة. أول كلمة كانت واء، تاني كلمة ماما ماما ماما. كوتي 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 كوتي. واو، مش معقول يا عادل، ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ده البارفان بتاعي. أنا عايز أعرف إزاي عرفت إن أنا بستعمل البارفان ده؟ حماتي انت بس عشان تعرفي ان انا بحبك، انا جيت من وراكي وخدت علبه فاضيه من علب البارفان بتاعتك ورحت مليتها من المستودع. الله. يا
سلام على السعادة اللي الواحد فيها. فعلا مفيش أجمل من بيت الواحد وهو قاعد في وسط أهله، مراته اللي بتحبه وأمه اللي بتحبه وبتدعيله وحماته اللي بتحطيله أحلى فرفان. يا سلام، أنا قلبي دليلي قلبي هتحبي ربنا يا حبيبي دي معاليك السعادة والهنا. عادل بجد بجد يعني أنت بقيت تري جانتيل. مرسي قوي يا حماتي، ربنا يخليكي ليا. شفت يا بيبي لما قدرت تكبح كباح غضبك الدنيا بقت لطيف، لما بتقدر تمسك انفعالاتك الدنيا بتبقى ألطف وفي سعادة فظيعة. طبعا طبعا يا حبيبتي طبعا، يعني انا عارفة اكتر حاجة عجباني فيكي نطقك للكلام صراحة يعني. ايه ده الباب بيخبط؟ اقوم افتح؟ لا 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 اوعى تتحرك، انا اللي هقوم افتح. معقولة يا حماتي؟ مش عارف ذوق حضرتك ده والله. يا حبيبي لا انت ما تتعبش نفسك ابدا ابدا ابدا، كلك تري جونتي بجد. السلام عليكم، ازيك خالتي مراني؟ عادل موجود؟ اه. دولا دولا الحقنا دولا، روحنا في داهيه روحنا في داهيه. ايه روحنا في داهيه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ البضاعه ام 20000 جنيه اللي احنا كنا متفقين عليها وصلت دلوقتي. طيب وايه المشكله لما توصل دلوقتي؟ ايه اللي يودينا في داهيه؟ ما تخزنها في المخزن. ما المصيبه دولا ان المعلم ترسى راح وادى 1000 جنيه زياده لصاحب المخزن اللي كنا هناخده وراح خزن فيه الهرمين بتوعه. ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هو في إيه بس يا عادل؟ بضاعة بضاعة بما لا يقل عن 20000 جنيه مصري فقط لا غير، معرضة لأسوأ حالات الطقس، معرضة للمطر تمطر عليها تبوش. أنت بتقول فيها دولة؟ دي منظرها يصعب على الكافر يا رجالة. اللي يحك فيها بقى واللي يخبط مركونة قدام باب البازار في الشارع، والعيال يا دولا العيال بيلقفوا التماثيل لبعض، الخسائر وصلت 1500 تمثال. كفايه كفايه كفايه. تماسك يا عادل، تماسك يا حبيبي، ربنا يخليك. تماسك ايه؟ بضاعه ب 20000 جنيه بيقول لي بيلعبوا البعض، بيلعبوا بيها صيادين السمك في الشارع. اعمل ايه؟ انا مش مهم، انا مش مهم ان انا اتمرمط، انا اتعودت على مرمطه، لكن انتوا ذنبكوا ايه؟ معلش يا عادل، كل مشكله ولها حل يا حبيبي. ايوه ايوه يا عادل، كل مشكله ليها حل، بس هي ايه المشكله؟ مشكله انت مش فاهمه يا نهار اسود. مشكلة بضاعة ب 20000 جنيه بايتة في الشارع لوحدي يا خلاص خلاص يا بيبي، أنا على استعداد إن أنا بات هنا في الصالة وتنايم أنت البضاعة على السرير جوه في الأوضة. لا لا لا، أنا لا يمكن أشردك أبدا. لا بقى، ابني ما يباتش في الصالة، أنا أمه ولازم أضحي، أنا اللي هبات في الصالة. لا لا لا، أنا اللي هبات في الصالة. لا أنا اللي هبات في الصالة. لا أنا لا أنا لا أنا لا أنا 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 أنا. هيا رمزي الفاكس جه، انا خلاص فضيت البيت عندي وبقى مستعد لاستقبال البضاعه كلها. اهو يا دول الفاكس، بس في مشكله صغنططه. ايه المشكله الصغيره؟ ان هو مكتوب بالعربي. يا سلام، وانت ثقافتك انجليزي؟ هات يا ابني. يس هات. لا ما مش وقت، انت شايفني اساسا قلقان عشانه. ها يا نهار اسود. ايه يا دول؟ الطلبيه بتاعت التماثيل اتلغت. ما تتلغي يا عم، احنا خسرانين حاجه ولا دفعنا ولا اي حاجه؟ هم الخسرانين. ايوه ما احنا ما دفعناش عربون ولا حاجه، بس انا خسران الهدايا اللي انا جبتها لهم في البيت دي كلها. بص بقى دول، اسيبك بقى من الحاجات دي كلها، انت فرصتك في اللي جاي في نقل الهرم، وانا خلاص بقى ربطت لك على ونش، ما ترجعش في كلامك كل مره. الهرم. والله تصدق فكره، بس لا سيبك من الهرم، انا بفكر في حاجه ثانيه خالص يا رمزي، انا بفكر ان احنا ننقل الاقصر. الاقصر حلوه دي يا دولا، ننقلها بالسياح. ايوه وبرضه منها نشغل البازار عندنا هنا. يلا هننقلها في فندق التحرير، مكان المتحف مش المتحف، في فندق التحرير هيودوه الهرم اللي هو بقى رفيق. صح، بس كده البحر كبري قصر النيل نفسه، ناخد الاربع اسود اللي عليه دول، ها نوديهم بقى جنينه الحيوانات يلا مع اصحابهم بقى ومع اخواتهم. ايوه صح، ونقوم بقى جايبين القناطر حاطينها فوق الكوبري. عايز اجيب
له نجدله واشغله هنا في الانتظار هيجيب لي زباين. عملوا له تماثيل.